ميرسي يا نونو، ميرسي يا حبيبتي. انت بتعملي ايه ماما؟ ولا حاجه يا حبيبتي ولا حاجه، بس انا هاخد لك الميعاد معاه بكره الصبح بدري، تكوني صاحيه وفايقه وتروحي له. باي باي. على فكره هبعت لك الجرايه بعد شويه، خدي. ايه ده؟ التعيين هيجيلك. باي باي. ايه ده؟ افتحي الباب يا مجنونه، ده انت نور، ده انت ضلمه. انا الحق عليا. ايه ده؟ الو بوليس النجده، من فضلك انا في واحده عميده مجنونه اتهبشت عندكم في الشرطه، ده شيء مشين للشرطه انها تبقى موجوده في الجهاز العظيم ده. انا انتصار عبد الحق، خطفتني يا فندم، خطفتني وحبساني في زنزانه، يا تلحقوني يا ما تلحقونيش، يا اما بقى هكلم المحطه بتاعتي تبعت لي كاميرات تصورني وانا مسجونه، وهعمل لكم فضيحه في كل المحطات الفضائيه والارضيه. بيتها يا فندم في الشيخ زايد. ما شاء الله عليك يا ست المأمورة، كل مرة تاخديني في قهوة، إنما إيه آخر ألاجة. قهوة؟ هو أنا جايباكي إيه؟ نلعب دومنا على المشاريب؟ دي برضو اسمها قهوة؟ أنا عارفة يا أختي بقى اسمها إيه؟ أنا سمعتهم بيقولوا عليها كافي بوب، صح؟ كافي بوب. كافي بوب، آه كافي شورت يا بنتي. ما علينا، قولي لي عاملة إيه في شغلك مع محمود؟ الدكتور محمود يا جماله يا جماله، ده طيب قوي، صدقي ست المأمورة بيعاملني كويس. ما هو عيل مزفلط زي امه. بقول لك ايه، اسمعيني. نعم. انا عاوزاكي تراقبي لي الوليه اللي اسمها لوزه. وتطلع مين لوزه دي كمان؟ حماد بنتي، وليه كده عندها التهاب في الحنجره وفاكره نفسها مطربه. اشربي اشربي. يعني اشرب عادي؟ عادي ازاي؟ طب اشرب ازاي يعني يا ست مأمور؟ العميدة نور عز الدين كلمت المقدم فاروق الجمل عشان تعمل ميعاد مع نسيبتها انتصار عبد الحق، بحجة انها عايزة تعرف معلومات عن اللي قاله موسى الاشرم الراجل بتاع نبوية التمساح. انا مش قادر افهم ليه العميدة نور مهتمية قوي كده بنبوية التمساح. بصراحة يا فندم انا بدأت اتأكد ان العميدة نور هي نبوية التمساح. بقولك ايه، انا مش مبسوطة ابدا من الست اللي انت عرفتيني عليها دي، دي واضح انها نصابة وانت بتقسمي معاها. انا بقسم معاها؟ ماشي كتر خيرك، انا غلطانه دلتكم على ست سرها باتع، انا غلطانه ان خليتكم تحطوا ايديكم على سعاده ولادكم الزوجيه. سعاده ولادنا ايه وكلام فارغ ايه، دي الحكايه بتتنيل مش بتتحسن. بقول لك ايه، انا مش مبسوطه خالص، انا غلطانه اساسا ان انا رحت معاكي. الو، ايوه ست المأموره، ايوه هما ثلاثه قاعدين جنبي اهم عمالين يتخانقوا، بس انا مش عارفه هما بيتخانقوا على ايه. ايه؟ اه باين ان لوزه غشتهم في البضاعه. بتقولي ايه؟ على اي حال، على اي حال الحل الوحيد ان احنا نروح للست دي وتعمل لنا عمل جديد من اول وجديد، تعمل لنا حاجه تخلصنا من المصيبه اللي اسمها نور دي الى الابد. يا رب ان شاء الله. وكمان انا مش مقتنعه خالص بالكلام اللي بقعد اقوله ده على التليفون. ايه ده، انا عمري ما شفت عمل باللاسلكي. يا جماعه يا جماعه، رحبات دي مش هتشتغل لوحدها، القفه مو اتنين بيشيلوها اتنين، احنا المفروض نشتغل معاها ونساعد برضو. تصدقي دي اول مره تقولي حاجه صح من يوم ما عرفتك. احنا لازم نعمل خطه يا بنات، لازم نعمل خطه هجوم مش دفاع، لازم نحولها هي من دفاع الى هجوم، فاهمين حاجه؟ لا مش فاهمين. مش مهم، انا هقول لكم على الخطه. ايه؟ ايوه يا ست المأموره، ايوه شكلهم كده بيتفقوا انهم يروحوا بكره عند المعلم اللي عنده البضاعه. يا امجد، انا موضوع الجواز ده قفلت بابه من زمان خالص، اصلا انا الرجاله بالنسبه لي عامله زي درس العقل، ملهاش لازمه لكن خلعها مؤلم شويه، وانا ما صدقت بقى خلعت وريحت دماغي. انما يعني عايزه اسالك، اشمعنى انا دونا عن كل الستات اللي في البلد اخترتين انا؟ اشمعنى انا؟ وهو الحب فيه اشمعنى؟ لو كنت سالت قلبي وكان بيتكلم وقلت له مين، كان اختار نفس الاختيار اللي انا اخترته. بس انت قلبك بيلبس نظاره، قول له بطل بقى يضبش وانسى الموضوع ده. انسى ايه؟
سيب لي شويه. ايه؟ انا ممكن انسى ان الشمس بتطلع من الشرق، ممكن اطلع لك فوق القمر وابعت لك من هناك اس ام اس. ايه؟ انما مش ممكن انساكي، مش ممكن يا نور. ايه انت قابلت نزار قباني على الصبح ولا ايه؟ طب يعني هتفضل تحبني كده من غير امل؟ لا، في امل وامل كبير. ايه رايك لو بقينا اصدقاء؟ كم جميلا ان نكون اصدقاء. ايوه، يا غايه لما الصداقه دي تتحول حب وتعترفي. اعترف؟ بس انا مش هعترف. يعني بص لي انت وافهمها لوحدك بقى. طيب الاسبوع الجاي يا ستي انا عزمك على قص شريط افتتاح مصنعي الجديد للميه المعدنيه. انا هاجي من منطلق الصداقه بس. اللي هتقلب يعني قول يا رب. يا رب. اتفضلي يا فندم. مساء الخير يا حبيبي. مساء النور. اديني رقم. اتفضلي يا فندم. اهلا وسهلا. الله يسلم. طنبولة؟ لا ده مش تبولة، ده رقم الويتنج. اتفضلي يا حبيبتي، هنا بقى منطقة الويتنج. اتفضلوا. يا جماله يا جماله. الو، ايوه ست المأمورة، الحقي دول طلعوا حاطين فلوسهم عند الريان. ريان؟ ريان ايه اعتدال؟ توظيف الاموال ده خلص من زمان، اتلغى يا بنتي. ركزي اعتدال عشان خاطري، يا ريتني ما بعتك. هتركزي ولا لا؟ راقبيهم بالراحه، ما تخليش حد يحس بيكي، وانا مستنياكي. قولي لي اللي هيحصل كله. ها، لو اتكلمت وما سمعتش انا هخلي الكرسي هزاز، قصدي هخلي الموبايل هزاز. يلا يلا، مع السلامه يا جماله يا جماله. ها، باي باي. مش عارفه ليه النهارده تعبانه. انتوا بتستعبطوا ولا ايه؟ يعني ايه مش جايب نتيجه؟ بقول لحضرتك ايه، انت مش مهتميه اصلا غير بلوزه وابنها. الله اكبر عليكم، بصلي حتى في محبه الست. تسلميلي يا ست الكل. ويسلم كل خير. الله يخليك ويسلم من عرفني عليكي. اصل الوليه اللي اسمها نور مش سهله. ايه اللي مش سهله وصعبه؟ امال هقدر عليها ومفيش حاجه شويه الهيلمان اللي انت عاملهم حوالين نفسك دول. ما تخلي الطبق المستور يا سعاد، وانا بقول لك مش هقدر عليها، بقول لك انها مش سهله، والقرين بتاعها جامد وبيدافع عليها، وبصراحه طالب طلبات كتير. احنا تحت امر القرين، من ايدك دي لايدك دي يا ست الكل، بس خلصناها من المشكله اللي احنا فيها دي. ما تخافيش، جراب الست رحبات مليان افتكاسات. خدي دول. خدي الأحلى عشانك. كتر خيرك. ده خاتم؟ ده خاتم الهيبة من ملك الجان. كل خاتم من دول عليه خادم، اللي تلبسه فيكو وتدخل على عدو ليها تلاقيه راكع تحت رجليها. أمال إيه؟ يعني الخاتم ده يفتح لنا كل السكك؟ ويمنع عنكم الأعداء، بس خلي بالكم الفص اللي جواه في نقطة زيبق هي اللي مسخرة الخادم. الله 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 عليك يا ست رحبات، سرك باتع. ست الكل ست الكل. شفتي؟ جربيه وشوفي. وانتوا نازلين بقى انتوا التلاتة يا حلوين، سيبوا 5000 جنيه واطلعوا خدوا الخواتم تاني. ايه ده؟ ده ب5000 جنيه؟ ده في الصين بنص دولار. من غير خادم، من غير خادم. خلي بالكم اللي يرفض الخاتم ده بيتقلب عليه. تحت امرك، ندفع 55 كمان. والنبي وانت نازله ادفع لي 5000 جنيه معاكي عشان ما جبتش الفيزا. ادفعي لها، ما جابتش الفيزا. ايوه مين معايا؟ الصوت ده مش غريب علي. اعتدال. طب استنى ما تعدلك يا اعتدال. ها، عملت ايه؟ بتقولي ايه؟ هما التلاتة راحوا عند كودا زار بتعمل اسحار؟
وبتحضر عفاريت بالبخار؟ يا نهار، لحسن يكونوا راحوا عند العجوزة أم منقار. اعتدال، اعرفي الاسم بالكامل والعنوان وكلميني على طول. كان قلبي حاسس من يوم ما شفت الولية اللي اسمها تسالي بترشلي على باب الشقة. طيب يا حماواتي الندامة، أنا بقى هحضر لكم بطريقتي حجاب يخلي حياتكم عذاب ويحولكم انتوا التلاتة لذباب. ضرب النار ايه بس؟ انت بتحلمي ولا ايه؟ نام. بحلم ايه؟ انت مش سامع؟ قوم يا كريم بسرعه يا كريم. يا ساتر يا رب، ايه الصوت ده؟ اتصل كده بخميس. اصبر يا رب. الو، ايه يا خميس؟ ايه يا ابني صوت ضرب النار اللي عندك ده؟ ايوه كريم بيه. لا لا لا، مفيش حاجه، ده حرامي كان بيحاول ينط في الاصلاح عندكم. حرامي؟ يا نهار اسود. ما تقلقش ما تقلقش، بكره هتلاقي صورته في الجنان. ربنا يستر يا خميس، والنبي فتحوا عينيكوا ها عشان خاطري ها، وتابعني اول باول كده ها. حاضر يا كريم بيه. سلام. عاجبك اللي امك عاملاه فينا ده؟ انا حاسس ان احنا هنموت في المخروبه دي. معلش يا حبيبي، كلها كام شهر وتفك اسراننا. كام شهر؟ هو انا لسه هستنى كام شهر؟ انا لازم امشي من هنا، انا اهلي وحشوني. وانا كمان اخواتي البنات وحشوني. لا بقى، انا من هنا ورايح بقى ليا كلام تاني مع امك. تعالى يا نبيل اتفضل. طمني ايه الاخبار؟ والله للاسف يا مدام انتصار الاخبار مش كويسه خالص. ليه خير؟ في ايه؟ والله احنا كان جاي لنا حملتين دعايه، وبعد ما اتفقنا على كل حاجه وخلاص، وفجاه كده وبدون اي سبب لقينا الدنيا وقفت. قول لي يا نبيل، هم المعلنين دول مصريين؟ لا مش مصريين. يبقى المعلنين الغير مصريين هم بس اللي بيسحبوا اعلاناتهم من عندنا، صح؟ الله ينور عليك يا مدام انتصار، نفس الحكايه اللي انا ملاحظها. يبقى في ايه بقى؟ يا رشا في ايه؟ في واحد اسمه حمدان ازار اتصل وطلب ميعاد من حضرتك. مين ده؟ مش ما قالش عايز ايه؟ هو بيقول ان رجل اعمال وعايز حضرتك في موضوع مهم. خلاص شوفي جدول المواعيد واديله ميعاد. اتفضل. مين أزار ده؟ حمدان أزار؟ الحقيقة أنا أول مرة أسمع عن الاسم ده. غريبة قوي. أزار، ازيك يا أستاذ زكريا؟ أهلا وسهلا. أهلا شو الأستاذ حسنين. اهلا اهلا، الف سلام عليك. الله يسلمك. لا دي بس رجلي مكزوعي. الف سلامه، انت وقعت ولا ايه يا اخوي؟ يا عمي مكزوعي وخلاص، دي هدي يا شغلاني. انا بس عاوز افهم دلوقتي حاجه، ايه الحرس ده كله اللي الست نور حطها على الاصلاح بتاعتها؟ هم الناس اللي جوه دول بيعملوا ايه ومستخبين من ايه؟ والله ولا ليك عليا يمين، انا ما فاهم ايوتها حاجه. ده حتى الغفر اللي واقفين على باب الاستراحه مش عارفين ايوتها حاجه. يا زكريا، دي البلد مليها الإشاعات، ناس تقول مجموعة مجرمين هربانين، وناس تقول دول جماعة أجانب بيطلعوا بالليل يفحروا في الجبل على أثرات. شوف أنا هفحص ومحص وتني ورا الموضوع،
لحد ما اجيب قراره، واي حاجه اعرفها إيه هاجي اقول لك على طول. بس المهم المهم انت ما تنسانيش في الحلاوه. انا عليا الاثنين دول ليك، بس انت تجيب لي قرار الموضوع دي. نفسي اكسر عينهم. هل يرفضوا حسنين ابن العمدي؟ سلام عليكم يا ناس البيت، كويسين؟ اعطيني دي افندم. اعطيني دي. الله، حضرتك هتنتظري في الويتنج روم. شنو؟ اوضه نوم؟ شنو اوضه نوم يا زول؟ عيب عيب يا زول. اتفضلي حضرتك، اتفضلي. داير ايه مني؟ تعالي. داير ايه؟ تعالي خلاص، تعالي اتفضلي معايا. ما تعالي. شكرا شكرا يا هالمره. يا حلوه يا سكره. انت من كتر حلاوتك النمل هيتلب عليك كده. اتفضلي اتفضلي يا برسيمه. برسيمه حلوه حلوه برسيمه حلوه، مش هذا البلبلي؟ طب اتفضلي. شكرا شكرا شكرا. سلم حمادة. سافر ما كلمني حمادة. ده قولي معايا، حمادة ده داير ما كلمني حمادة ده. حلاوة يا حلواني، حلاوة يا حلواني، حلاوة يا شربت. حلاوة يا حلواني، حلاوة يا حلواني، حلاوة يا شربت. سلام عليكم ناس البيت، كيف أخباركم؟ تميمين؟ كويسين؟ الحمد لله الحمد لله. يا برسيمة يا سميحة يا أختي، يا برسيمة يا سكرة يا سكرة يا سكرة. خلاص كفاية. وعليكم السلام. سلام عليكم. خير؟ أنا طهر المجالس. الله جاب الله خد دندليب، الله جاب الله خد دندليب. دولاب؟ اسمك دولاب؟ دندليب دندليب ده اسمي. داير اسم ابوي ولا عيب؟ واحد عدى العيب خد اللي بعده. اضحك اضحك، خشمك حلو. اضحك اضحك، بقك كده اضحك. خلاص مش عايزين اسم ابوك، هنقعد فيه لبكره. ايه مشكلتك؟ انا وبع عليا من راسي، وبع عليا من راسي، وجع في عرضي. يا رب تموتي تدخلي الجنة، يا رب تقعي على نافوخك تدخلي الجنة. ساعديني ساعديني إن شاء الله ساعديني. خير؟ مشكلتك إيه؟ خطواتي بالغلط وأموري معكسة، ماني زي زمان مهندسة. براحة عليا شوي، مش فاهمة حاجة من كلامك. أنت عايزة إيه؟ شنو شنو؟ أنا فهمك. داني دي أداني، ده أنفي، خشمي محسود، حماتي حماتي عملالي عمل، دابة أسد حطيته في أنفي. إيش أسوي؟ أسيبه كده؟ إيش أسوي؟ يلا قولي. يعني أنت محسودة ولا معمول لك عمل؟ من جمالك. جمالي؟ ما أنت جميلة. آه. لازم تتحسدي وتتعكسي. آه. عودي عودي. آه. بامبو سوداني، بامبو بامبو حلواني، بامبو اللب السوداني، بامبو بامبو بامبو. مصر والسودان، بامبو بامبو سوداني. ما داير اعمل؟ اعمل ايه؟ اركب فيلا؟ اركب فيلا في انفي؟ اركب فيلا ولا اقطع انفي؟ ولا فيلا ولا منافيل. خدي البسي الخاتم ده، هيمنع عنك الحسد وهيمنع عنك الاعمال. خدي ده. ايوه ده شنو ده؟ شنو؟ ده خاتم الهيبة. هيبة؟ تلبسيه يمنع الحسد ويمنع كل حاجة وحشة عنك. داير الزول يهبيني وانا هب زول؟ زول يهبيني هي وانا هب زول. قولي معايا، زول يهبيني هي. زول يهبك زول يهبك. زول يهبك. ده اليوم الاخبار ده. اهلا يا سي عمرو، توك ما افتكرت. قالوا لي انك هنا، ما صدقتش نفسي. اخيرا جيت تسال عليا يا حبيبتي. ما انت على طول بتجيلنا. انا وعوذ بالله من كلمه انا اللي باجي لكم، لكن انت عمرك ما فكرت تيجي تسال على امك وتشوفها. الله، طب ما انا جيت لك من نفسي اهو يا ماما، واديني قاعد معاك اهو. يا الف بركه، ده ايه الهنا اللي انا فيه ده. انت اخبارك ايه؟ مبسوط في الجواز؟ الحمد لله يا حبيبتي، ماشي والله. ماشي، مبروك يا حبيبي عليك. اللي هي بتشتغل لسه يا عمرو؟ يا ماما بتشتغل. تشتغل ازاي وليه تشتغل؟
هو انت يعني ايه محتاج منها قرش ولا محتاج انها تصرف عليك؟ لا لا احنا ما عندناش كده، خليها حبيبي تقعد في البيت، خليها تغسل، خليها تمسح، خليها تنظف، خليها تغسل الاطباق، خليها تخدمك يا قلبي. ما ماما مش هترضى يا ماما. ترضى؟ لا والله لا لا. ترضى ده ايه؟ اللي هو في حد في العيله عندنا ست تتجرأ تقول لجوزها اه ولا لا ولا موافقه ولا مش موافقه؟ لا يا حبيبي. وبعدين هي عايزه ايه؟ عايزه تتنطط من هنا لهنا وده يضحك معاها وده يهزر معاها؟ لا يا بابا لا. ايه يا ماما الكلام اللي بتقوليه ده؟ بقول لك ايه، البت عدامه دي حلوه، ولو راحت اي بنك، راحت اي فندق، حد يشوفها كده، حد يضحك معاها كده، حد يهزر كده، حد يعلق كده. بقول لك ايه، هي مش جات لك الفندق وانت تعرفت عليها هناك وعلقتها من هناك؟ لا بس انا اتجوزتها. مش مهم بصرف النظر علقتها واتجوزتها او اتجوزتها وعلقتها، المهم اتعلقت في الاخر. تصدق ان انا عمري فكرت في الكلام ده قبل كده يا ماما؟ عشان خايب. لكن امك حبيبتك هي اللي بتفكر لك. امك عايزه سعادتك، عايزه هناك، عايزه استقرارك. يا عدالة، انت يا عدالة، انت يا ست هانم. ايه ايه يا عمرو، في ايه؟ صوتك جايب لاخر الشارع. ايوه هيجيب لاخر الشارع. فين البروفر الجديد بتاعي؟ معرفش، ما تدور عليه في الدولاب. دورت ومش لاقي اي حاجه. ايوه صح، ما انا حطاه في الغساله عشان يتغسل. حطاه في الغساله عشان يتغسل؟ ده انا بقالي اكتر من 10 ايام ما لبستهوش وما نزلتهوش ليه للدراي كلين. ما انت عارف يا عمرو ان الدراي كلين بيتاخر الحاجه قوي. الله، على اساس ان انت بقى ما بتاخرهمش. في انت منفعل قوي كده ليه؟ بقول لك ايه، انا مش طايقك اصلا. طب بس وعلي لو سمحت، انا هدور على حاجه تانية تلبسها. استغفر الله العظيم، ما انت عندك هدوم كتير اهو. اتفضل، ده حلو قوي. يا ستي انا مش عايز البس ده، انا عايز البس البلوفر بتاعي. انت مالك؟ ايه يا عمرو، في ايه؟ واي عند وخلاص. ايوه اي عند، اتفضلي بقى وريهولي فين. ما انا قلت لك ان هو في الغساله. طب امشي قدامي. هنا في الغساله. هيروح فين يعني؟ اهو. يا نهار ابيض، ايه ده ايه ده؟ ده البلوفر السنيه بتاعي؟ ده الغساله كشكشته. غساله ايه اللي كشكشته؟ غساله كشكشته ولا انت اللي سيت على حاره الغساله لحد ما كشكشته؟ ايه ده؟ البسه ازاي انا ده؟ معلش يا عمرو، انا هنزل اجيب لك واحد غيره ما تقلقش. نعم قلت ايه؟ هنزل اجيب لك واحد غيره. وهو انا مستني لما انت تنزلي تجيبي لي واحد غيره؟ المساله مش مساله بلوفر يا هانم، المساله مساله مبدا. ما انت طبعا مش مهتميه بشغل البيت. عادي عادي، جوزي ما بيعملش حاجه، ما بيكلمنيش، يضرب بقى البيت يخبط، مش مشكله. كوبايه زبادي اجي اكلها الاقيها مركونه بالثلاث ايام لحد ما ريحتها عفنت وطلعت. معلش يا عمرو، ما انا قلت لك ان انا ما كنتش بعمل اي حاجه في بيت ماما، وانت لازم تجيب شغاله. وهو انا ما جبتش؟ ما انا جبت لك بدل الشغاله 10. والهانم امك عملت ايه؟ عملت لهم كشف هيئه وفي الاخر طردتهم. معلش يا عمرو، اوعدك والله ان انت مش هتلاقي اي حاجه تضايقك تاني. لا لا خلاص خلاص، انا ما بقتش اكل من الكلام ده تاني، انسي. الحل الوحيد بقى انك تقعدي من الشغل وتهتمي ببيتك. قول كده بقى، انت بتعمل ده كله عشان توصل انك تقعدني من الشغل؟ ايه الطريقه اللي انت بتتكلم بيها معايا دي؟ انت هتقعدي من الشغل وتهتمي ببيتك وبجوزك؟ الله، ده كنت بتعملي كده ولسه ما خلفناش. امال لما نخلف هتعملي ايه؟ دي حاجه تقرف. خدي ده، خليه لما نخلف تلبسه له. يعني ايه اتغير؟ اتغير وسبتيه يتغير ليه؟ ما غيرتهوش انت ليه؟ بس بس بس، بنات نور ما يعيطوش ابدا يا بنتي، خليكي زي امك. انا اخر مره عيطت فيها كنت في اللف وما عيطتش، نهنهت بس كده كده بس. يا ماما بس هو اتغير قوي يا ماما، كل ما يروح عند طنط انتصار لازم يرجع يعمل معايا خناقه. طبيعي طبيعي، مش راح عند الام الحيه، كل ما يروح لها تبخ في ودانه. لكن على مين؟ إذا كانت هي حية أنا كبرى. طيب. بس أنا مش عايزة أسيب شغلي يا ماما وأقعد في البيت. مين قال إن أنت هتسيب الشغل؟ لا هتروحي. أصل العيب مش عليك، العيب علي أنا. أنا كنت بهزقه هو وأمه يوم ويوم لا، من هنا ورايح أهزقه كل يوم. هاي عامل إيه؟ ما تاخديش في بالك، بس عياطك ضايقني شوية، معلش عياطي. لو سمحت بقى يا طنط نور،
دي حاجه تخصني انا ومراتي. بصراحه بقى انا مش عايز حد يتدخل ما بيننا. يا اخويا لما هي تخصك انت ومراتك بعد تجيب امك ليه؟ بعد تجيب امك ليه؟ مالك يا اختي متنكه قوي كده؟ بعد زي ما تكون محسساني رايح يجيب حاجه من السوبر ماركت. امه جايه تزور ابنها فيها ايه؟ ده على اساس يا اندثار ان انا ماشيه حافيه وحاطه جسمتي تحت باطي. يعني المحروس يبقى عندك الصبح تيجي بعد الظهر تزوري. ده ايه ده الكلام ده؟ فيها ايه؟ انت يا اختي قاعده انت واولادك هنا بيفطروا بيتغدوا وبيتعشوا بيتجوزوا قدام عينيك بتشوفيهم صبح ظهر ليل فجر. فيها ايه لما ابني يوحشني واجي اشوفه؟ انا تقع على راسي عماره يا قادر ما اشوفش عين قراره ما تشتغل. يا جماعه ارجوكم مش حاسين المشكله الاساسيه بتاعتي ونقعد ندخل في فرعيات. انا عارفه يا حبيبتي. تعالي سيبك من الفرع ده خليكي في الفرع هنا بيتك يا حبيبتي. هو انت مش جوزك برضو قال لك انك انت مش عايز حد يدخل بينكم وبين بعض؟ ايوه يا طنط بس انا بحب شغلي ومش عايزه اسيبه. عندك حق. اسمعي كلام امك متجوزك يا بنتي وانتي بتشتغلي. والستات الايام دي يا بنتي هي اللي بتشتغل وتصرف والرجاله تقعد تطبخ وتربي في العيال. الرجاله زي قلتها يا حبيبتي. ايه 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 لا 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 انا ما اسمح لي. ده انا ابني سيد الرجاله. ده انا ابني يصرف عليكي وعلى بناتك وعلى الشارع كله. تعال هنا يا واد. انت بتخلي مراتك تدفع ملين في البيت؟ لا طبعا. طلبتي لبن العصفور ما جابهولكيش؟ لا يا طنط. طب امال عايز تشتغلي علشان ايه بقى؟ وحضرتك بتشتغلي عشان ايه يا طنط؟ عره يا ماما عره. هو انا كنت لقيت راجل يتجوزني ويصرف عليا؟ والله لو لقيتي حد اتجوزه النهارده. لا مؤاخذه يا انتصار يعني ده انت عندك فلوس اكتر من البنك المركزي وعندك قناه زي قناه السويس. مفيش فضيحه غير لما تجمركيها. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اتاريهم اتاريهم ما بطلوا يجيبوا اعلانات. قلنا بعد الثوره اتاري. لا ده من النق يا امي من النق الاشكال. بقول لك ايه انت تبطلي نق بدل يعني مش عايزه زلطه. دي عايزه مولوتوف يتدب في عينيها. هما كده المؤدبين ملهمش مكان في البلد دي. والله العظيم الواحد يا بالقديكي بالكف في مراخيرك. احترمي نفسك. انا ده انتي انا ايديا بتاكلني ايديا بتاكلني. عارفه لو كلمه تاني هبعت اجيب لك البودي جارس من تحت يخرشموكي. يخرشموا مين؟ زودتيها. فاكره يا بنت يا عره الاعلام. انا عره الاعلام يا عره الشرطه. الا ما حد افتكرك حتى بنبله في عيد الشرطه. انا يا شاويش من غير شريطه. انا يا مذيعه قاعده من غير ميكروفون. يا ناس حرام عليكم بقى كفايه. هو احنا جايبينكم عشان تحلوا المشكله ولا عشان تقعدوا تتخانقوا؟ دي عيشه بقت تقصر العمر. قول لي يا دودو مفيش كده حاجه جايه لك في السكه يا حبيبي؟ لا مفيش حد في المستشفى قال ان في طرد جايلي. طرد يا لهوي ده مش فاهم. لا يا حبيبي قصدي يعني مفيش بشاير حامله على مراتك؟ اه لا يا ماما يعني احنا مأجلين الموضوع ده. مأجلين؟ مين اللي مأجلين ان شاء الله؟ انت ولا هي؟ هو يعني في الحقيقه شرف مش حابه تخلف دلوقتي. وانت موافقها على الكلام ده؟ انا مش فارقه معايا يا ماما. لكن فارقه معايا يا محمود. الله عايز اشوف عيالك عايز اخدهم في حضني. في ايه؟ وبعدين عايز اقولك على حاجه مهمه جدا يا حبيبي. اوعى تسمح لها تاخد اي موانع حمل قبل ما تجيب البكري. عارف لو عملت كده عمرها ما هتخلف. على فكره بقى كلام حضرتك ده مش علمي خالص. علمي ولا علمك؟ مش فاهمك انت في كلام الستات ده. انت يا دوب بس الدكتور على عيني وعلى راسي. مش عايزه تخلف قال. ودي فكرتها ان شاء الله ولا فكره حضره الرائد مامتها؟ عميد يا ماما عميد. ثم ايه الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده؟ يا حبيبي صدقني ما تبقاش طيب كده مع كل الناس. ما دام هي عايزه تاجل الحمل يبقى في حاجه في دماغها وبكره تعرف ان الموضوع في ان حضرتك خليتي في موضوع وفي ان انت يا ماما تعرفني بقى لما تيجي تسيبك ولا مامتها تخليها تسيبك ساعتها ما يبقاش في مشاكل. انا مش عرفني حضره الملازم مامتها دي بتفكر ازاي. عميد وكانت هتبقى لواء. لواء ليه؟ اي حد كده بياخد لواء؟ لواء دي بالكتير ارض اللواء يا بي. مدام انتصار الاستاذ حمدان اصدر بره وعايز يقابل حضرتك. وصل خليه يتفضل تحت امرك. اوكي
استاذ حمدان. اهلا 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 وسهلا. يا مساء الخيرات. أهلا. على ست الاعلام العربيه اميره القلوب. يا خبر ابيض، ده كلام كبير قوي علي. تفضل حضرتك، شرفتنا. اهلا وسهلا. اهلا اهلا بيك. نورتنا. الله يخليك. الحقيقه انا بعتبر يعني حب الناس والجمهور يعني نعمه كبيره كده ربنا بيديها للواحد. والله احنا في دار الحقيقه وهذه الحقيقه، انا ما بعرف اجامل احد. اشكرك جدا على الكلام الحلو ده. وانا اليوم موجود هون كوسيط خير في موضوع هيفيدك كتير. وسيط خير؟ خير اكيد خير. والله انا معي مستثمرين اجانب مهمين كتير بدهم يعملوا معك شراكه ويخلوا عندك بدل القناه مجموعه قنوات، قنوات مشفره على ديكودر، قنوات مفتوحه، قنوات متخصصه ب 200 مليون دولار. كم؟ انا مش عارفه انت ليه بتفتح موضوع الحمل ده تاني؟ هو احنا مش كنا اتفقنا قبل الجواز؟ يا شرف يا حبيبتي، الظروف بتتغير. بتتغير؟ طب هو ايه اللي اتغير؟ مامتك عندها امل كبير قوي ان احنا نتطلق ومفيش حاجه هتهديها غير اللي احنا نخلف. ايه اللي انت بتقوله ده؟ وهي عايزانا نسيب بعض ليه؟ انت عارف كويس قوي ان هي بتحبك انت اكتر واحد. الكلام ده كان زمان، انا مش بحقد على كريم ولا حاجه، بس هو دلوقتي الفرخه بكشك عندها. انا ما اعرفش طنط ليه اتغيرت من ناحيتي. كريم؟ هو كريم فين اساسا؟ يا ستي قبل ما يسافر، ثم انا عايز اعرف انت يا حبيبتي مش عايزه تخلفي مني ليه؟ ما انا قلت لك قبل كده. نفس الكلام برضو، عشان ننبسط ونعيش حياتنا. اولا احنا مش بننبسط، ثانيا مش بنعيش حياتنا، ثالثا كل يوم لما بخرج من العماره مامتك بتقولي فين تصحيح الخروج. محمود؟ مفيش محمود. انا طبعا هودي العقود المحامين بتوعي يقروها، بس انا على حسب فهمي للقانون ضعيف شويه، شايفه ان حق الاداره مكتوب ليهم، وانا الحقيقه ما ينفعش ابدا اشتغل في محطه ما يكونش ليا فيها كلمه الاولى والاخيره. شوفي انت وما بتريدي مدام انتصار. طبعا انا عايزه حق الاداره الكليه. صعب كتير كتير، راس مالهم عالي وكبير كتير، لكن ممكن أنهاهم إن يبقى في شراكة بينك وبينهم في الإدارة. طيب في نقطة تانية، أنا شايفة إن هم عايزين هم اللي يختاروا البرامج والمقدمين بتوع البرامج، وأنا ما ينفعش أبداً أشتغل مع حد أنا ما أعرفوش، ما أعرفش كفاءته إيه، ما أعرفش أفكاره إيه، وما أعرفش برضو اتجاهاته السياسية إيه، ممكن تبقى غير سياسة المحطة. ولو انتصار هانم ما تطلب المستحيل، دولت ناس دافعين مصاري وانت عايزه تخليهم ما يسوا شيء، لكن ممكن يبقى في حلول وسطيه بينك وبينهم. تبقى ايه يعني الحلول الوسطيه دي؟ تفضلي يا طنط. ميرسي حبيبتي. يا سخن قوي، ده شوربة لسان عصفور في الخلاط ده ولا ايه؟ لا يا طنط ده عصير. والله ده مش طبيعي بقى، مش من هنا، ده من الشارع صح؟ مش مهم. ايه الحكاية يا شرف؟ مش عايزة تخلفي ليه يا حبيبتي؟ مش عايزة تبقي أم ولا ايه؟ لا يا طنط أكيد نفسي يعني، بس احنا لسه صغيرين والعيال مسؤولية كبيرة، واكيد يعني لو خلفنا مش هنعرف نروح ولا نيجي. مين اللي قال يا حبيبتي؟ خلفي انت بس ومالكيش دعوه، لما تبقوا عايزين تخرجوا اديني خبر. هو انا في ديك الساعه لما اقعد مع حفيدي؟ اهو يا ستي ماما حلتها، خلفي انت ومالكيش دعوه. معلش يا جماعه سيبوني براحتي، وبعدين موضوع الخلفه ده لو الواحده اللي مش مهيئه نفسيا يعني ما بيمشيش. مهيئه نفسيا؟ انت هتلعب الترجي، ما تختصي وقولي انت مش عايزه تخلفي. لا اوعى تعمل كده يا محمود، اوعى تعمل كده. يا ماما الاداء الاوفر ده، مش انت هتمد ايدك وتقطعها ولا ايه؟ قطع يا ماما، ايه الكلام ده يا ماما؟ لا يا حبيبي اهدى، شفت شفت عينيك عملت ازاي؟ في مليون الف طريقه نحل بيها مشاكلنا الا الضرب والكلام الفارغ ده، اوعى تجيبها من شعرها. لا 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 اقعد اقعد بس يا ماما اقعد. انت مش شايفه كلامي مستفز اللي بتقوله؟ انا كلامي مستفز ولا انت اللي بترجع في كلامك؟ انا عيل بقى برجع في كلامي وكلامي هو اللي هيمشي. ها ها ها.
ايه ده ايه ده الزعيق ده؟ ستوب، انا مش محذراكم محدش يعلو صوته عندي، انا بيجيلي كرشة نفس من صوت الاهلا. ماما سعاد، ما كنتش اعرف ان انت هنا. في ايه يا نور؟ هو في ايه يا نور؟ هو انت كل ما هتسمعي صوت تروحي دبه المفتاح في الباب وداخله؟ اه يا ست سعاد، مفيش حد يزعق في البيت ده غيري انا، واللي حسه يعلى بديله بالبوكس في مناخيره، وبالمره اطمن على بنتي. بنتك مع جوزها يا حبيبتي، مش مع حد غريب، هيعمل لها ايه يعني؟ لا لا لا، هو ما يقدرش يعمل لها حاجه، انا مكهربه بناتي، واللي يقرب منهم ولا يلمسهم بينشف على طول. ايه يا استاذ يا دكتور، عايز حاجه؟ على فكره الدكتور يقدر يعمل، بس هو بيحترم بنتك وبيراعي ربنا بس. ونعمة بالله يا دكتور، ونعمة بالله، بس هي ايه المشكله؟ المشكله ان بنت حضرتك مش عايزه تخلف، يرضيك الكلام ده حضرتك؟ لا ما يرضينيش، بس يمكن مش مجهزه لبس يعني للحمل والولاده. وانا متهيألي يا حكيم الصحه انت اتفقتوا قبل الجواز انها ما تخلفش دلوقتي. لا ما كانش اتفاق يا حبيبتي، ده كان طلب من شرف، ودلوقتي خلاص ابني غير رأيه. لا 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 لا، وغيرتي رأيك ليه يا دكتور؟ عشان هو حر. يعني ايه هو حر؟ يعني انت هتشاركيه يخلف ما يخلفش، دي حاجة راجعة له هو لوحده. وهو يا اختي مش متجوز أرنبة، يعني مش مكان التفريق. انت ايه اللي دخلك في الموضوع أصلا؟ لا ده أنا اتدخل واتدخل يا جماعة، حرام عليكم، مش كده مش كده مش كده. لا اتعب، اوعي تتعبي قدامي حد يتعب. انت ادخلي ادخلي انت، لا خليكي جنبي خليكي. نعم يا اخويا. اوعي يا محمود، اوعي يا حبيبي. نعمين يا حبيبتي. لا نعمين وتلاته يا اختي، بنتي قطعت الخلفه بسببك. شكلها قطع من الاول. لا بعد الشر بعد الشر، دي قمر. ايه الاخبار عندك؟ الاخبار هايله، والخطه ناجحه بنجاح ساحق. رائع والله، انا فخوره بيكي. انا مفخره، انا مفخره للشعب المصري كله. طب طمنوني يا جماعه، يعني هي دلوقتي ملهيه في المشاكل اللي حواليها وما بتنكدش على اولادكم ولا تضايقهم؟ كل يوم مشكله بتعمل كده. طيب انتوا كده يا جماعه يعني مش عاملين مشاكل لعيالكم ومنكدين عليهم؟ ايوه ايوه، بس احنا برضو نجحنا ان احنا حولناها من الهجوم الى الدفاع عن النفس. صدقيني هي هتتهد بعد شويه. بس برضو لوزة عندها حق، ما احنا لسه اولادنا برضو في مشاكل. معلش اطمني، هي بعد كده هتبتدي هي اللي تحاول تحل المشاكل وتهدي الجو، وتفضل بقى تلف حوالين نفسها زي ما احنا كنا بنلف قبل ما نحط الخطه. ربنا يستر عليك يا ابني ويجيبك بالسلام، ما تستلمكش كده من وانت على الباب وتطلع عينك. ما انا عارفاها لما تبقى فاضيه بتقعد تعمل مشاكل حوالين نفسها كده من غير سبب. انا خلاص يا طنط، قررت مش هقعد هنا ولا لحظه واحده. المركب اللي تودي. وكابتن احاسيس مش عايز يقعد هنا ليه؟ في براغيت ولا جالك تسلخات في احبالك الصوتيه؟ لا عشان انا خدت قرار اخد مراتي، يا اما هقعد في اوتيل يا هاجر لنا شقه. وغلاوه امك عندي، لو رجلك عتبت بره المزرعه هخليك تغني بلغه الاشاره. خروج من هنا نهيه. ما هو اصل كمان يا ماما العيشه صعبه هنا قوي، وبعدين حضرتك ما تعرفيش ايه اللي حصل من كام يوم. في حرامي نط علينا هنا في العزبه. حرامي نط علينا في العزبه. حرامي؟ ده اكيد حرامي مبتدئ، ما يعرفش ان دي مزرعه العميد نور. ازاي الكلام ده؟ يعني انا بقول لحضرتك كنا هنتقاتل تقولي لي الحرامي مبتدئ؟ وسي الاحاسيس كان فين لما الحرامي نت؟ كان بيزغط البت؟ لا انا كنت نايم، وبعدين انا فنان ماليش تعامل مع الحراميه والمجرمين. ليه يا سوبرمان ما قفشتش الحرامي ليه؟ خفت يجرح مشاعرك؟ تقلقيش يا حبيبتي هزود لك الحراسه. واحنا بنقول لحضرتك كده عشان تزود لنا الحراسه؟ احنا عايزين نطفش من هنا بقى. شد اجزائك واتكلم معايا ميري، بنتي مش هتخرج من هنا غير اما تولد، انا مش هغامر بسمعه بنتي، انت فاهم؟ زكريا. ايوه يا زكريا، نزل الشوال هنا، نزله هنا بالراحه بالراحه. ايوه يلا يلا انصرف، عينيكم مفتحه بسرعه. ايه ده يا ماما؟ زياره، طلبت من زكريا شوال رز وشوال عدس، خلطهم على بعض، قلت اجيبها لكم تتسلوا. كابتن احاسيس عايزاك تنقلي بقى الرز لوحده
والعدس لوحده. أنا خارجة ساعة وأرجع ألاقيك خلصت. مع السلامة يا ماما. مع السلامة. أنا هتجنن، أنا كريم ناصف أطلع عدس من الرز؟ هزلت. ما أنا هلاقي معاك يا حبيبي. والنبي شكلها هتفتح محل كشري من ورانا. يا قلبي الواد كريم وحشني قوي. ما انا والله يا لوزة بس بيني وبينك صعبان عليا منه برضه، يعني ما يسألش علينا حتى بتليفون. معلش يا موسعد، ما هو برضه يعني معذور قاعد في بلاد بعيدة قوي. وهو بقى في الكلام ده دلوقتي يا خالتي؟ ده لو في آخر بلاد المسلمين هيكلمنا كل دقيقة من المحمول. وهي يعني الست أمانة ما بتكلمش أمها كل لحظة كل دقيقة؟ دي تلاقيها بتكلمها كل يوم كل ثانية، لكن ابني أنا لا، يتاخد ويتقفل عليه كده. انا بكره الصبح هروح لتنشك في قلبها اللي اسمها نور دي، حمت ابني جتها عمى. لازم تديني ام التليفون لابني عشان اكلمه. هما ايه فاكرين خدوا الولد شفطوه؟ انا بفكر اجي معاكي. لا ريح انت، احنا اتنين حموات مننا لبعضينا. الحقيني الحقيني يا ست المأمورة الحقيني. كان اعتدال زيارة نص الليل معناها حاجة من اتنين، يا مصيبة لا نايبة، وملامح وشك بتقول مصيبة محشية نوايب. مصيبة مصيبة يا ست الكل مصيبة. يا ساتر يا رب، في ايه؟ اصلا من ساعة ما اشتغلت عند الدكتور محمود في المستشفى وانا حاسة ان في حاجة غريبة بتحصل، لكن ما كنتش اعرف ايه هي عشان اجي اقول لك. انطقي انطقي، قلبي وقع في كليتي. الدكتور محمود بيتاجر في الاعضاء البشرية. بتقول ايه؟ انت متاكده من الكلام اللي بتقوليه ده؟ طبعا متاكده، هو انا حاجه اقول لك الا لما اتاكد؟ اصلا من ساعه ما سبت الشيفت بتاع بالليل وانا حاسه ان في حاجات غريبه بتحصل في المستشفى، لغايه ما راقبتهم ولقيت واحد من الدكاتره بيوزع فلوس كتير قوي على الممرضين وعلى المساعدين، وبيقول لهم ايه؟ الدكتور محمود بعت لكم نصيبكم من العمليه الجديده، شغل عصابات يا ست الكل. طب ما يمكن عادي يا وليه اتعب عمليه عملوها؟ لا، ما انا قعدت ادحلب واحده ممرضه في الكلام لغايه ما عرفت انها زرع كلى، وقالت لي كمان لو لقيتي متبرع هيبقى لك الحلاوه. طب بقول لك ايه؟ نعم. قولي لهم انا لقيت المتبرع. انا دلوقتي بسال فين الفلوس بتاع الوكاله الاعلانيه؟ هرب؟ لندن؟ هو كل واحد ياخد قرشين ويسافر يدفع؟ يعني انا اعمل ايه دلوقتي؟ يعني انا اسافر لندن احصل فلوس المحطه من هناك؟ لا 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 لا، ماشي انا هتصرف. اوكي مامي. يا روح قلبي مامي، الحمد لله على السلامه يا عروسه. يا حبيبه قلب ماما، الحمد لله على السلامه يا بنوته يا حلوه. الله يسلمك. خس حبيبتي خس. إيه ماما إيه إيه. حبيبه قلبي ايه ما وحشتكيش انا. اهلا ازيك يا ابراهيم. امشي يا اخي، اوعى من طريقي انا وبنتي. تعالي يا روح ماما. عمره يا حبيبتي ارتاحي حبيبتي. والله ارتاح. يا مدام انتصار الرحله دي كانت ناقصاكي، فسح وخروجات كانت عايزاكي. كله من فلوسي. ايه؟ ايه لا معقوله كنت هبقى يعني زي العزول عقله كده في الزور؟ مش معقول. مادام انتصار اوعي تقولي كده، ده انت كنت هتنورينا. يا مامي والله احنا اول ما وصلنا حطينا الشنط وقلنا اول حاجه هنعملها انا وابراهيم ان احنا نيجي نشوف حضرتك. يا حبيبه قلب امك وحشتيني وحشتيني. وسيادتك بقى ناوي تنزل الشغل امتى ولا هتقضيها شهر عسل العمر كله؟ لا انا كده زي العسل، انا عندي باور يكسر المحطه. جواز حلو والله وننسى. خلاص اتلمعت كده، قليل الادب، دي بنتي. ها يعني المهم هتنزل الشغل امتى؟ بكره. طيب ماشي، وعروستنا الحلوه ناويه تنزل امتى معانا المحطه؟ اهو بقى بصي مالكيش حجه، جوزك ومامتك لو عايزين اعمل برنامج لباباكي اعمل له. طب بليز يا مامي خلي كل حاجه زي ما هي، وبعدين انا مطمنه عليكي وانا ابراهيم واحد، طالما هو جنبك انا مطمنه عليكي. كانت كل بلا شكلكم سعده.
اهلا ابو ناسب. انا يا هند تسالي ده ايه المفاجاه الحلوه دي؟ الحمد لله يا حبيبتي، انا قلت اجي اطل عليك واشوفك. استني استني استني، في ايه؟ ايه ايه؟ انا كويسه خالص، انت عايزه حاجه؟ انا كان ليا طلب صغير عندك، تعالي بس احكي لك واقول لك. تعالي انت بس، اصل النور مقطوع عندك. ايه؟ حد اتقفش عندك من الفرقه؟ عايزه زياره عندي في السجن تحت امرك وامرين. انا بصراحه كريم وحشني قوي. ما انت عارفه احاسيس بيغني في اليابان، واليابانيين ودانهم قد كده ضيق، فيا عيني صوته اتنبع من السامعين، صوته تعب خلاص. طب هي اليابان دي بعيده؟ لا مش بعيده ولا حاجه، انت عايزه تسافري سافري مع اول طياره يا حبيبتي. ما انا عايزه اسافر ليل ونهار واتمنى اسافر، بس المشكله ان يا ريت كنت اقدر. انا بصراحه يعني نفسي اسمع صوته. هي يا اختي بنتك ما بتكلمكيش، تطمني عليها وتطمن عليك وتقعدوا وتودوا مع بعضيكوا. والله يا تسالي مقضيينها رسايل، بس انا بحلم بيها كتير. عارفه انت، هوي الاوضه وخلي نهوان دي يبعد كده وتغطي ونامي وانت تحلمي بيه. ما انا بحلم بيه ليل نهار، ليل نهار بحلم بيها. ما انا ايه اللي جابني؟ بقول لك ايه يا حبيبتي، انا عايزه نمت التليفون لابني. ابني مش معقول المده دي كلها في اليابان ومعهوش خط ياباني فاتوره. اديني التليفون. حاضر حاضر. اصلهم بيتكلموا من التليفون ابو عمله اللي عند مطلع الكوبري، التليفون كده بتاع السياح، يجيبوا كارت يتكلموا بيه وبعدين يرموه. خص عليك يا كريم، هنت عليك امك، ده انت وحشني قوي. عيل مش متربي. هتقولي لي ما عندوش اصل؟ ايوه يا اختي، كان عنده اصل يا حبيبتي قبل ما يتجوز بنتك. بعد ما اتجوزها ايه اللي جراله ما اعرفش، بس اعرفي وافهمي انت وبنتك انها مهما لفت ودارت الواد يلف ويدور وايه في الاخر يرجع فين؟ لحضن امه، بات امه. طب يا بات امه، مع السلامه يا اختي، مع السلامه مع السلامه. الو. ايوه انتصار، انا نبويه التمساح. حضرتك بقى بتسلي ولا بتهزري؟ صدقيني يا انتصار، انا نبويه التمساح. ايوه يا نبويه، عايزه ايه؟ انت ليه حطاني في دماغك كده؟ ابعدي عني يا انتصار احسن لك. لا انا مش هبعد عنك. هو انت اللي بتعمليه فينا ده شويه؟ انت مبهدلانه وعماله تموتي في ناس وعماله تخربي في البلد كل يوم. وانت تعرفي ايه عن الاسباب اللي عندي اللي بتخليني اعمل كده؟ ايا كانت الاسباب ده ما يهمنيش، انا يهمني الناس اللي بتموت دي، الضحايا اللي ملهاش ذنب في اي حاجه. انت بتعملي كده ليه؟ اسمعي انا مش عايزه كلام كتير، انت ليكي ولاد وانا عارفه انك بتحبيهم قوي، ما تخلينيش اخليكي تترحمي عليهم. اوعي تفتكري انك ممكن تمسي شعره منهم. عارفه ليه؟ لانك قريب قوي هتبقي في السجن. كويس، سجلت. منورة يا ماما. نورك. اتفضلي الشاي بتاع حضرتك. شكرا. فين جوزك؟ ابو الصوت رقيق وصغير. جوه، حضرتك عايزاه؟ يا ريت. كابتن احاسيس هندهولك. وحشني قوي. كريم كريم. ايه؟ تعالى ماما عايزاك. عايز ايه؟ معرفش. اهلا اهلا يا حماتي. ايه حماتي دي؟ ببيع فلايات قدامك؟ اسمها تانت تانت. حاضر يا تانت. امسك. ايه ده جايبالي موبايل يا حماتي؟ ايه برضو حماتي؟ قلتلك تانت. ايوه عشان تكلم امك لوزة مدام تسالي. ايه ده يا ماما، هي اشتكتلك من حاجة ولا ايه؟ تخيلي الكابتن من يوم ما جه هنا ما اداش مزد لامه في كل العبر، وكمان عاق على اهله. مش انتي محرجه علينا ما نكلمش حد وجايبالنا موبايل نكلم فيه الغفير بس؟ اديني جبتلك موبايل على الساتلايت تكلم والدتك، يظهر لها مكالمه دوليه تقول لها انا في اليابان ياما، بس ربنا يستر ما تطلبش سجاد بالكهرباء. ساتلايت مره واحده؟ ده انتي حريصه قوي يا حماتي. هو انا لو حريصه كنت عملت فيا كده؟ الدنيا يا ابني عامله زي شريط الكاسيت، لازم تخلي بالك لا تسف منك. ادخل سف جوه، يلا ابعد عننا. حاضر حاضر. كابتن احاسيس
يا ابو صوت رقيق وصغير، تعالى عندي مكافأة ليك. الفن وحشك صح؟ الفن حرية يا واد. طبعا. في بنت مسجونة عندي بتكتب أغاني، إنما إيه عجبتني، سمعت مطلعها انبهرت. بنت اسمها بندقة، لو دورت هتلاقيها قريبة أمك لوزة. خد لحلها الأغنية دي. ينوبك سواد، خد. يلا لح. سمعني سمعني. يا حبيبي يا حبيبي إيه؟ تعرفش تقرا كمان؟ يا حبيبي أنا دلوعة وفي حبك أنا ملسوعة، بتخني كل يوم والحكاية دي مش مبلوعة. الله جميلة. حلوة قوي يا ماما. خد لحن يلا، بس كلم أمك الأول عشان تاخد منها الإلهام. يلا. هي فعلا مش مبلوعة. بيعرف يلحن الكلام الحلو ده. أيوة يا ماما ما تخافيش، ده بسم الله ما شاء الله عليه عمل حاجات أصعب من كده بكتير. عموما أنت حوجتيني للي بيسوى واللي ما يسواش. معي انا مش عايزه كلام كتير، انتي ليكي ولاد وانا عارفه انك بتحبيهم قوي، ما تخلينيش اخليكي تترحمي عليهم. وده كان جزء من تهديد نبويه تمساح ليا، وده اول ظهور لصوتها. انا بطالب الشرطه سرعه تحليل صوت نبويه تمساح والقبض عليها لخطورتها الشديده على المجتمع. لكن بالنسبه لي انا لا اهدد اطلاقا، الله هو الحامي والشعب المصري هيحميني انا وولادي. انا متاكده ان انا وولادي هنبقى في خير وفي امان ان شاء الله. اقفلي يا بنتي، اقفلي اقفلي. ايه الكلام ده؟ كلام يعكنن. ايه ده؟ امك عامله فيها ايه؟ جفاره وعايزه تهد علينا العماره؟ تعرض حياتك وحياه بنتي للخطر؟ يا طنط ما اعتقدش انها بعد ما زعت تهديد نبويه ليها على الملأ النبويه تقدر تنفذ تهديدها. بالعكس انا شايف بقى ان دي كانت اسلم طريقه لحمايتنا كلنا. صح يا عمرو، هي فضحتها قدام الراي العام، فصعب ان هي تتعرض لعمرو او لهيام. انا بتهيالي ان الداخليه مش هتسكت، اكيد هتحدد حراسه لعمرو وعداله وهيام. انا بصراحه يا ماما ابتديت اخاف قوي من الموضوع ده. ايه تخافي دي وانا موجوده؟ ما تقوليش الكلمه دي تاني. انا رجل على رجلك في كل حته تروحيها، رجلين في جزمه واحده. اهلا، هو الموضوع جه فوق دماغي. بقك قال حاجه يا ريسبشن؟ لا يا طنط مفيش حاجه، انا بس كنت بقول اسلم حاجه العداله انها تقعد بقى من الشغل. تاني يا عمرو تاني مصمم تفتح الموضوع ده قدام ماما؟ بنت ازاي تعلي صوتك على جوزك؟ انا علمتك كده. هي هي جريلا ماما. هي امك تعمل الكمين وانت تلم البطايق؟ انت مصدرني ليه؟ حاضر يا فندم، هبلغ معالي. مع السلامه. ها هني قدرت توصل لحاجه؟ بصراحه يا فندم احنا مشددين الرقابه على عميد نور، بس لغايه دلوقتي مش قادرين نوصل لحاجه. ما انا قلت لك من الاول صعب اللي في دماغك ده يكون حقيقي. بس حضرتك شفت اللي عملته انتصار نسبتها في التلفزيون؟ دي كانت مفاجاه، الست دي اعلاميه ممتازه. بس تصرف زي ده يا فندم بيرجع شككني تاني في العميد نور. قصدك ايه يا هاني؟ قصدي ان صله النسب اللي بين نور وانتصار والمعلومات المهمه اللي وصلوا هما الاثنين برضه حاجه تشكك. يعني تفتكر لو نور هي نبويه هتروح تقول لانتصار يا حضرة الضابط؟ ممكن تكون بتسرب لها معلومات. هتستفيد ايه؟ ممكن تكون المعلومات دي مضللة. لا 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 لا، انت مخك راح لبعيد قوي. المهم دلوقتي ان احنا عايزين نحط حراسة مشددة جدا على انتصار ولادها من غير ما يحسوا، لان اي محاولة لاغتيالهم هتوصلنا النبوية التمساح. تمام يا فندم. يا شرف يا محمود يا كتاكيت. شرف مفيش حد هنا. يا محمود مفيش حد هنا احسن. استغنى عشاء بالله. مفيش حد. يا ترى مخبي ايه؟ حرامي حرامي اعضاء بشريه. مخبي ايه؟ بنكرياس ولا كليه ولا مقيس؟ شوف قلبي اخبار. يا قلبي من التوتر اكيد قلبي مش وقته. يا ترى مخبي ايه؟ هتلاقيه سرق اللوز من البيت. طيب يا حرامي الاعضاء. اتخبط.
اه عوضي عملتوا التحليل؟ يعني جهز للعملية اتفقتوا معايا على الفلوس؟ طب خلاص حلو قوي كده، هاجي لك انا على 8 كده عشان اشرف على كل حاجة بنفسي. ماشي يا سيدي، يلا مع السلامة. يا مام. يا حبيبتي لا انا في البيت، لا شرف مش هنا. رأى حماتي يعني انا قاعد مبسوط وراجع مزاجي رايق، ليه السيرة اللي اتعكنن دي؟ يعني افتكرنا حاجة عدلة يا ماما؟ اه طبعا افتكرنا حاجة عدلة، دي ست فظيعة فظيعة، دي رهيب رهيب، دي لا تطاق لا تطاق، دي يا نهار ابيض. تصدق من كام يوم ركنت العربية تحت البيت هنا صف تاني بنزل حاجة، سحبت مني الرخص وكلبشت العربية. اه والله العظيم ست فظيعة، دي لا تطاق لا تطاق بالمرة. ايه يعني موضوع الخلفة ده؟ اصبري عليا فيه شوية، انا بحاول واحدة واحدة مع شرف الله اقنعها، حتى فكرت ان انا اخد شقة بعيدة عن هنا اوضبها من غير ما هي تعرف، بس خايف تزعل. اجي عندك يا ماما، انا ناقص يا ماما. يا ست، الست اللي اسمها نور دي لو عرفت هتبهدلنا الدنيا، وانت عارفاها ست مجنونة مش عايز اغلط فيها. ماشي يلا بس اقفلي كده وكله هيتحل ان شاء الله، دعيلي. ماشي حبيبتي، روح. يا رب خلصني من الست اللي اسمها نور دي على خير، يا رب يا رب، دي ست فظيعه، يا رب يا رب ارحمني منها يا رب. دي مش حما، دي وبا. نور حاج، ده انا هديك قلم على قفاك شفاف، بس مش وقته. يا حرامي يا حرامي حرامي الاعضاء البشريه، انا هقطع صوابعك ان شاء الله واديهم هدايا تذكاريه. جيت يا شرف؟ شرف لسه الباب ده. هيا ناس، في ايه؟ العقيد محمد فرغالي عايز يقابل حضرتك. وده جاي كده من غير ميعاد؟ مش عارف يا فندم. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه يا استاذ ما يصحش كده لو سمحت. مساء الخير يا مدام انتصار، عقيد محمد فرغالي، كنت عايز حضرتك في دقيقتين لو سمحت. إيه طب اتفضل اتفضل. شكرا. روحي انت يا رشا، اتصلي لي بالمحامي بتاع احتياطي. تحت امرك يا فندم. نورت يا فندم. ميرسي يا فندم. خير. يا جميل، مش ناوي بقى توافق كده وتنفذ اللي نفسي فيه؟ ايه يا محمود، هو انت مصر كل ما تلاقينا قاعدين مبسوطين تعكنن عليا؟ عكنن عليكي؟ هو انا اللي اخلف منك دي حاجه بتعكنن عليكي؟ ايه يا محمود، ايه الحكايه؟ هو انت ليه مصر كده تقلب الموضوع لصالحك؟ انت عارف كويس قوي ان انا نفسي اخلف منك، بس انا قايله لك انه مش دلوقتي. ايوه انا نفسي افهم ايه الفرق ما بين دلوقتي وبعدين. تاني تاني يا محمود، هو انت كل ما ترجع من عند حماتي لازم تعاكن عليا؟ قصدك ايه بقى ان شاء الله؟ لا بص يا هن، انا مفيش مخلوق في الدنيا لا بيأثر عليا ولا على قراراتي. ما هو واضح، ما بطل الاسلوب المستفز بتاع حماتي ده كمان، بتجيب سيرة مامتي كمان. انت فعلا عندك حق، انا فعلا عشت ده اطاق وبعكنن عليكي، وانا لازم اعاقب نفسي. انا هعاقب نفسي. يا ريت تعاقب نفسك. هعاقب نفسي بقيت النهارده لوحدك بقى، ها خليك كده نحن في اي حته في الشقه. نفسي افهم بيبي مضايقك في ايه؟ وانا برضو كنت شاكه، قلت اكيد ازار ده وراه مصيبه. ما على راي المثل يا مدام انتصار، الحدايه ما بتحدفش كتاكيت، وراجل زي ده مش هيدفع مليار جنيه الا اذا كان وراه غرض.
وللاسف غرض دنيء. وبعدين بقى حضرتك ما شكتيش ولو للحظه واحده في الفلوس دي كلها ان ممكن تكون مموله من الخارج؟ والله هم اما عرضوا عليا كنت انا في امس الحاجه الكاش عشان ظروف المحطه. حضرتك قلت عشان الاعلانات باين؟ الله مظبوط. هو حضرتك عرفت منين؟ ما هم دول بقى الجماعه اللي ورا سحب المعلنين الغير مصريين لحملاتهم الاعلانيه كوسيله للضغط عليك. الله، يبقى المدير اللي عندي بقى كان عنده حق لما قال لي ان هو حاسس بمؤامره. واضح ان الراجل ده ذكي قوي. اوعي تفرطي فيها مدام انتصار. طب وبعدين ايه الحل؟ هنتصرف ازاي دلوقتي؟ هقول لك الحل ايه وتتصرفي ازاي. والحمد لله ان احنا جينا في الوقت المناسب قبل ما الفاس تقع في الراس. مدام عدالة، مدام عدالة، تسمعي حضرتك أوصلك؟ يا فندم ربنا يخليك، والله أنا هاخد تاكسي من هنا قريب. لا يا فندم، تاكسي ما يصحش طبعا، وبعدين دي أقل حاجة ممكن نقدمها لحضرتك. اتفضلي يا فندم، اتفضلي. كده أوي يا فندم. اتفضلي يا فندم. اتفضلي. إيه ده يا ست هاني؟ انزلي. ايه ده عمرو؟ عمرو انزلي. انت ايه اللي جابك هنا؟ مين اللي انت راكبه معاه ده؟ في ايه ده؟ مدير الاوتيل هيوصلني لحد البيت. طب يلا قدامي. في ايه يا استاذ؟ في ايه يا استاذ؟ بعد اذنك خليك في حالك. روح يا عمرو، الناس حوالينا. انا ناس بلا زفت، ايه ده بتتكلم فيه؟ امشي. هي كلمه واحده يا عداله، مفيش غيرها. مفيش شغل تاني بعد النهارده، يعني مفيش شغل. وانا ما اقدرش اقعد في البيت يا عمرو، هطق هموت. وانا ما عنديش كلام تاني يا عداله. ما تهدى يا ريسبشن كده، بحبح اخلاقك يعني. ايه الكلام يا ابني؟ اخد وعطى يعني؟ هو انت الوحيد اللي هتجيب جون؟ ده العصر ده بتاع اللعب الجماعي يا حبيبي. لعب جماعي ايه؟ عايزاني اشوف واحد غريب بيوصلها وتقولي لي لعب جماعي وعايزاني اسكت؟ لا لا لا، مين قال كده؟ لا لا لا، انت عداك العيب وازح. انا بنتي الغلط راكبها من مشط رجليها لغايه مش عينيها، بس يعني عايزاك كده تبقى جنتل. وعلى فكره الجنتله مرجله، اعتبرها يا اخي ركب التاكسي. الله، والتاكسي هيبقى السواق ايه؟ راجل. وبعدين انت عارف اخلاق بنتي. اخلاق بنتك؟ اخلاق؟ ما انا عارف، واحد غريب بيوصلها وبتقول لي اخلاق. لا عندك. يا رجلي الاملاح دي. بقول لك ايه، انا بناتي متربيين احسن تربيه، وكلمه تانية لساني هيتحول لمنصه اطلاق صواريخ. والله انا اللي عندي قلته، وبنتك عندك وهي حره. يلا عمرو، انت رايح فين؟ يا شيخه اقعدي بقى، دي بقى تعيش اتاثر العمر. يا سلام. بس يا عمرو، يا عمرو، يا عمرو، تعالي هنا يا بت، تعالي اهدي. هتقولي يا عمرو ايه؟ عمرو دياب يا اختي؟ هتعملي للقلاحه سعر؟ هيقعد يتنطط يتنطر ويفتكر نفسه كزدره؟ هيروح فين؟ هيروح لأمه، وأمه بتتغدى على الفضايح. انتصار اليوم مأساة ابني مع بنت العميدة نور. أرجوك يا ماما ما تخلوش يخليني أسيب شغلي. أنت تخرسي خالص. تتجننتي يا بنت؟ اتجننتي؟ أنت تركبي مع واحد غريب؟ ده أنت لما ركبت مع المحروس اللي بقى جوزك حبستك حبس انفرادي. أنا ربيتك على كده يا بنت؟ لا يا ماما والله أنا ملحقتش أركب معاه. وبعدين هو أنت معايا ولا معاه؟ أنا مع الحق يا أختي، أنا مع الحق، أنا ربيتكم على كده. أنا ما رضيتش أهزقك قدامه عشان ما يتنططش عليكي. عارفة لو كررتيها تاني، لو كررتيها تاني هخليكي تعرجي وأنت نايمة، وهبططك كده، هبططك كده. استنى معلي الصوت. ها يلا اتصلي اتصلي. حاضر. سمعت يوم غنيت كلها وكنا سعيد صبحية، بصيت بيني لمحت كذا رسمة وبعيون عسلية. هلو اتكون زوميتس وفعلين كدوم السكريم اتكون تكتسبي مهلمين وفلمين. الو، ايه ماما، ازيك يا حبيبتي وحشتيني. الو في العمارة يا سيوه. الو الولا، انا فين؟ انا في الشارع باكل سوشي. سوشي؟ طب ومقصوفة الرقبة دي مش بتطبخ لك ليه؟ هي مش عارفة انك مش واخد على اكل برا؟ برا البيت. اتكلموا ايه في عيني؟ بالراحة، شعري طلع في ايدك. وشدني برضو كريم يا حبيب قلبي. ايه بابا، ازيك يا حبيبي، وحشتني. وحشتني قد والله. انت مبسوط في اليابان ولا لا يالا؟ طب الحمد لله. ايه ايه، ما انا مش سامعك يا حبيبي. انت في حاجه جنبك؟ في حاجه بتسلسع؟ انت مربي حاجه في الشقه؟
حبيبي أنا آسف يا ابني، أنا آسف المدام. أيوة يا بعد يا سيدي بقى. إحنا عندنا هنا سيامي. بقولك إيه؟ كيمو. هقوله بقى، خدت بالك أنت؟ هقوله، ركزي معايا. هقوله دلوقتي. بقولك إيه، ما تنساش الـ LCD بتاعي اللي أنا قلتلك عليك، جيبولي وأنت جاي. LCD إيه بس يا بابا؟ حاضر يا حبيبي، من عينيا جيبولي. بص يا كيمو، في بفرة باللي هي بتلزق السيجاره لوحديها دي من غير ما تبل لها ببقك، يعني هي معروفه في اليابان. هات لي 500 منها. ولو لقيت كمان بتاع ده في المطار، دبنك ما تجيبلوش يا حبيبي بفره، سيبه يلف يدوي. ده جايب كرتونتين جوه، كان البفره هتخلص من البلد. سيبك منه. يا حبيبي اكيمو، والنبي يا حبيبي عندك وقت؟ عندك وقت؟ طب وسع كده، وسع. فوتنا، عايزه بس اسلم عليك يا حبيبي. خد، مشغول. الو، ايوه يا كريم، ازيك انت؟ وحشتني قوي. حاضر. امانه مين؟ طيب ماشي. امانه. الو يا امانه. الو يا حبيبتي، هقعد عشان ابقى فطولها. يا امانه سامعاكي يا حبيبتي. ايوه انا على نفس المستوى. اذا خلي بالك من ابني يا بيت، خلي بالك منه وحافظي عليه. ما بياكلش حبيبتي من الشارع، بياكل من البيت. ده وحيد قلبي ووحيد عمري. نسيت اقول لحضرتك، انا حامل. انت ايه؟ حامل؟ هتبقى جدي يا مسعد؟ والله انا حامل. وحياة النبي صح. الف حمد وشكر ليك يا رب. مبروك. لا اتخضيت، بس انا هتبقي في مصر ولا في اليابان؟ لا في مصر. عشان وجع عينيه ما تطلعش ضيقه. حبيبتي، طب هاتي ابني، ابوه عايز يبارك له. خد، بارك لابنك. الف مبروك يا كريم يا حبيبي. اتخضيت والله. احمد ربنا بقى وصلي له عشان ربنا يطرح لك البركه فيه كده. وقول لها تخلي بالها وتحافظ على الواد اللي في بطنها. ابوك طلع له لازمه اهو بقى. طبعا هتجيب واد يلا، واحنا بنهزر. طب يا حبيب قلبي، ربنا يزيدك كرم يا رب. ماشي يا حبيب، مع الف سلامه. حبيب قلبي انت كيم. هي والست اللي انت جايباها دي مضمونه؟ الا مضمونه، ده انا اضمنها برقبتي. ست غلبانه وظروفها وحشه ومحتاجه القرش. خلاص، شوفي يوم كده تظبطي معاها تيجي لي بالليل، بس بعد الساعه 1. ماشي، هنعمل لها التحاليل ولو طلعت كويسه هنعمل العمليه. من عينيا، بس ما تنسيش تظبطيني بقى. عيني، عيب عليك، ده انا هظبطك اخر تظبيط. يا جمال ويا جمال. شفتي بقى امجد ده بيحبك قد ايه؟ جالك كلامي؟ حب ايه بس؟ اتفضلي الشاي اشربي، حطيت لك السكر. تسلم ايديكي. تسلم. شكرا. حب، الحب قال وانا في السن ده. كل ما اكلمك تقولي لي سن ايه ده؟ انت لسه في عز شبابك. هما الواحده زي انا بقى تقول ايه؟ ومع ذلك لو اتقدم لي واحد وحبني زي صاحبنا ده هتجوزه على طول. ايه ده؟ ايه بتبصي لي كده ليه بقى؟ ده رأيي سميحه، انت بتشيتي من ورايا ولا ايه؟ وبعدين امجد ده يبقى حما بنتي. يا ستي وماله، ده شيء كويس، ايه المشكله في كده؟ تشتغلي دكتوره ولا مأذون شرع؟ ايه حكايتك؟ قولي لي بقى، الراجل ده بتستلطفيه ولا لا؟ هو الحقيقه يعني هو مهسس كده شويه، بس ظريف ومؤدب وكيوت وبيعملني كويس. يا اختي خلاص اتكلي على الله. خبرينا شو الاخبار ست انتصار؟ لا الاخبار تمام الحمد لله. يعني كده بنعتبر ان احنا سوينا كل نقط الخلاف في العقد؟ طبعا كله ان شاء الله متسوي، اكيد اتفقنا خلاص. بس هي في نقطه صغيره قوي بس بره العقد. ولو بره العقد في خلاف، بدي اعرف شو هي؟ الحقيقة نقطة الخلاف دي إن أنا مصرية، ومصرية قوي، وبنت البلد، وبحب وبموت في تراب البلد دي، وأبويا الله يرحمه مات فدا تراب البلد دي برضو.
الله يرحم أبوكي، بس هذا إيه علاقته بالعائد؟ هتعرف حالاً حضرتك إيه علاقته بالموضوع. هات لي يا ابن الباشا الأمور ده. هو في إيه؟ في إيه؟ خليك معايا أنا، عقيد محمد فرغلي بحسن من الدولة. أهلاً وسهلاً. اتفضل. في إيه ست الكل؟ يلا خدوه. ست الكل. يلا يا حلو. بنشكر حضرتك قوي على وطنيتك دي. لا ابدا، لا شكر على واجب، دي اقل حاجه اقدمها لمصر. بس يا ريت بقى زي ما وصيت حضرتك ما تجيبي سيره في اي برنامج من برامجك على اللي حصل ده، عشان دي قضيه امن قومي وممكن تعمل لنا مشاكل دبلوماسيه احنا في غنى عنها. لا طبعا، ولو انه يعني سبق اعلامي بس زي بعضه، عشان عيون مصر هضحي بيها برضه. انا باكد شكري ليكي على اللي حصل ده، ويا ريت كل الناس تعمل زيك وتقصر مصالحها الشخصيه في حب مصر. لا ده كلام فاضي، يعني ايه يعني 200 مليون دولار؟ لا لا، في سبيل مصر طبعا ولا حاجه. انت عارف حضرتك الدولار دلوقتي ب7 وي، يعني 7 وي في 200 مليون يعني يبقى مدام انتصار اسكتي، مش صاحبتك هتموت من ساعة ما شافتك بتفتتحي مصنع المية المعدنية. أحسن بجد. قالت لك إيه؟ جات لي هنا وهات يا زعيق ويا صريخ، كانت هي اللي عايزة تفتح المصنع. بعينها دي آخرها تفتح بطيخة. بس كده برضو يبقى أنا عندي حق في اللي أنا قلته لك. عندك حق إزاي يعني؟ إذا كان مصنع مية عملت قلق، أمال لو ارتبطنا ولا اتجوزنا أكيد هتعمل مشاكل. بقولك إيه، إحنا نشتري دماغنا من انتصار دي تخبط راسها في الحيط. لا لا، أنت عارف انتصار هي دي إعلامية، دي واحدة قاعدة ببلكونة عمالة تشرد للي رايح واللي جاي. جرى إيه يا حضرة المأمورة، خفتي منها ولا إيه؟ أنا خاف منها؟ هتسخني أمجد؟ أروح على غملها الميكروفون؟ أنا خايفة على بنتي. هي ما تقدرش تعمل أي حاجة للبنت، وبعدين اللي بيننا ده صداقة، حرام تحكمي على علاقة بالإعدام يا حضرة المأمورة. أنا من ساعة ما رجعت وأنا قاعد مع معدين عمال أسمع التطورات اللي حصلت بينك وبين نبوية التمساح. وأنت إيه رأيك يا إبراهيم؟ أنا رأيي إن ده في مصلحتك وفي مصلحة القناة، لأن الست دي لو هما بيقولوا إنها بالعبقرية الفذة دي يبقى أكيد هتبعد عنك ولو لفترة. أنا مش فاهمة تقصد إيه؟ من انتصار أنت قلبت الرأي العام عليها. يا سلام، لهو أصلاً كان الرأي العام بيحبها قوي وأنا قلبته عليها؟ بص مدام انتصار، مفيش حد مهما كان وحش الناس كلها بتجتمع على كوره. يعني عندك هتلر، هتلر مثلاً في ناس لغاية دلوقتي برغم كل جرائم الحرب اللي عملها لسه بتحبه. اللي أنا عايز أقوله ان انت بينتيها بصوره تخلي الناس تكرهها قوي، فهي لو فكرت تعمل لك اي حاجه لا قدر الله، يعني لا قدر الله، الناس كلها تكرهها اكتر واكتر. طب يعني انت شايف يعني الفتره اللي جايه نعمل معها ايه؟ والله انا شايف ان احنا نكون رد فعل، يعني نستنى ونشوف هي هتعمل ايه. مش قول لي يا محمود، حماتك ما هديتش كده عليك شويه وحلت عن دماغك؟ ابدا يا ماما، انا ابتديت اشك فيها ان هي بتقوي شرف الموضوع رفض الخلفه. الله، امال الوليه رحبات دي بتاخد فلوس على ايه بقى؟ بتقول يا ماما؟ بقول لك يعني ان انا مستغربه، هي الست دي ما حدش قادر عليها يعني ولا ايه؟ والله العظيم انا تعبت يا ماما، ده انا حتى بدات اقتنع بالكلام اللي كنت بتقوليه زمان، ان الست دي هتخلي حياتي جحيم. بعد الشر عليك يا ضنايا. بص يا حبيبي، خلاص الفاس وقعت في الراس واتجوزته، يعني امر واقع ولازم نتعامل معاه، ولما تخلفوا ان شاء الله عيالكوا يتربوا معاك انت وامهم، فهمني يا محمود؟ ربنا يستر يا ماما. ما وريتك يا رحبات. انت بتقولي يا ماما؟ ها؟ طب تصدقي بقى، انا هروح انط في كرش ست اللي اسمها رحبات دي واخلص منها. ليه بس يا سعاد؟ هو ايه اللي ليه انتصار؟ الله، دي عماله تسحب مننا فلوس بالالوفات ومفيش اي حاجه بتحصل، وفي الاخر قال ايه مديه كل واحده فينا خاتم الهيبه.
ده خاتم الخيبة. طب اسمعي بس اهدي، احنا بس نروح لها ونحاول معها مرة تانية، لو ما حلتلناش اللي احنا عايزينه أهددها ان انا افضحها في القناة عندي. لا يا حبيبتي اوعي تعملي كده، احسن تحطك في دماغها وصلت عليك الاسياد. اسياد؟ لو انت صدقتي بجد؟ انت عبيطة ولا ايه يا سعاد؟ ده رزق الهبل على المجانين يا ماما. سلام عليكم ناس البيت، كيف اخباركم؟ تميمين؟ كويسين؟ ازيك يا زول؟ اهلا وسهلا. رقمي 210. شكرا يا زول، شكرا. على دلقونا وعلى دلقونا، صلوا على النبي لا يحسدونا، على دلقونا وعلى دلقونا. سلام عليكم يا ناس البيت، كيف اخباركم؟ كويسين؟ الحمد لله، ان شاء الله ان شاء الله بخير، ان شاء الله ان شاء الله. شكلها مش غريب، حاسه انا شفتها قبل كده، مش فيها شبه من العميده نور نفس فتحتين المناخير؟ لا شكل عيل قصار يا ماما. شكل اشنو اشنو بتقول ايه؟ مينو؟ عفاريت دي، عفاريت رغبات دي، ست واصل ست واصل. انا مش بخلف الحمد لله، رجلي بعد ما مات انا مش بخلف، حياتي متعسفه. انت عايزه تخلفي بعد ما رجلك مات؟ اه اه لا عفريت عفريت حياتي مت. ايه ده ايه ده؟ انا شوفي انتي، انتي شوفي انا. لا انا ما اشوفش انتي. انت سارة عبد الحق مذيع كبير. يا اهلا يا اهلا يا وسهلا، اسلم على ابوك. شبه 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 شبه، انصرفي. اه يطلع من الشبه 40. انتوا توأم. انا كمان ليا ثلاثة اخوات، واحد ابيض واحد اسود، واحد ابيض في اسود زي علم السودان. عارفه يا حبيبتي انا رحت مره من 12 سنه حييت فرح في الخرطوم، وكان فرح ايه بتاع ناس كبارات، بس عمري ما شفت العينه بتاعتك دي، انت عينه نادره. نادره نادره نادره. 183. احنا 183. انا لا ده احنا يا حبيبتي. يلا يا ماما، يلا يا حبيبتي. ربنا يعوض عليكي يا حبيبتي. بالتوفيق. الله يخليك. بالتوفيق ان شاء الله. بامبو سوداني سادو. لا من فضلكم انا حضرتكم ممكن تستنوا تحت شويه؟ من فضلكم. ايوه استنوا استنوهم استنوهم. الو يا زول، الو. شنو شنو يعني ايه؟ مش فاهم شنو. صحتوش يا ملطوط، فك كل مربوط. صحتوش يا ملطوط. محدش اتحرك مكانه. رحبات الروسي والله وقت ولا حد سمع عليك. ايه في ايه؟ واحنا بنعمل حاجه غلط؟ صحابي بشوف لهم الفنجان. كل دول بتشوف لهم الفنجان؟ اه بشوف لهم الفنجان. خدوها. حاسب حاسب حاسب، اوعى. ودي مين؟ انت سارة عبد الحق؟ ايوه ايوه حضرتك، انا كنت جايه عشان اعمل انترفيو معاها بخصوص الشعوذه. كويس ان حضرتك جيت علشان بالمره اخد معاك لقاء، والشرطه في خدمه الشعب طبعا. اهلا وسهلا. ما شاء الله. امال فين الكاميرات؟ فين الكاميرات؟ هروح اجيبها ثانيه واحده وجاي على طول. ودي مين؟ سيده الاعمال سعاد دياب. حضرتك اصل المدموزيل اللي كانت هنا كانت عايزه حراسه للفيلا، وانا كنت جايه اتفق معاها ان عندي شركه حراسات خاصه. لوزه ايه شفافه بيه، مش شايفني ولا ايه؟ تصدق وتامن بالله؟ لا اله الا الله. انا زعلانه من الحكومه. ليه؟ عشان اول ما دخلت ما عرفتنيش. انا لوزه بلم النقطه. اتفضلوا معايا كلكم على البوكس. فضحنا. اتفضلي. ميرسي يا فندم. بقى يا حبيبتي هاتي محامي، لكن انا متعوده. مستنيه الكاميرات. شيل ايدك. مش هسكت لكم، انا هوديكم في 60 داهيه. مش عارفين انا مين. حضرتك احنا سيدات مجتمع محترمات، ما يتعملش فينا كده خالص. ونو بالراحه يا اخويا، هتكفيني على وشي. انا متعوده على البوكس، ما دي نهايه كل فرح. هي جديده عليا يعني؟ انا مش هسمح لك ابدا بالمسكه دي. انا هتشوف هتدفع ثمنها. ادوني نمره وزير الداخليه. Thank you.
فضحتنا بقت بجلاجل يا سعاد. حموت انتصار واعرف مين اللي بلغ الجرايد والقنوات الفضائيه. اكيد طبعا اعداء النجاح ليا وليكي. المشكله دلوقتي انا الحلقه الجايه هطلع اقول ايه للجمهور. انا خايفه على سمعتي تتهز في السوق، ما حدش هيشتري من عندي حاجه هيقول لك بضاعتها معفرطه. هو انت بتشتغلي في ايه؟ انتصار مش بغض النظر. المهم دلوقتي احنا ايه نثبت على فكره معينه ان احنا كنا رايحين مع البوليس علشان نساعدهم في القبض عليها. ايه العبقريه دي؟ هو في حد هيصدقنا؟ هي كانت شوره مهببه لما سمعنا كلام لوزه. هو في حد برضو يمشي ورا لوزه دي؟ واحده بعقلتي وعقلتك ازاي نمشي ورا واحده زي لوزه؟ مش انت اللي صممتي؟ انا؟ نو بقى يلا منك. لو امك انت وهو يعملوا لي اعمال في بيتي شعوذه؟ والله كنت حاسه حلمت باللي اسمها انتصار داخله عليا وجايبه لي خروف قصص كاريه زي شعرك كده. قلقت وصحيت من نومي قلت خير خير، بصيت لقيت اللي اسمها سعاد جايبه لي بطه مستعبطه شبهك مش ماشيه عادي كده كده، لا عامله لي كده كده. قلت لا خير خير، لا طلع مش خير، اعمال وشعوذه. بقى انا يعملوا لي اعمال وشعوذه؟ يا طنط اعمال ايه بس؟ دول كانوا رايحين يشوفوا الفنجان بس. بس فنجان ايه؟ طب ايه رايك امك بتشرب نسكافيه؟ كانت رايحه تقرا ايه؟ المج؟ يعني حضرتك هم هيعملوا اعمال لمين؟ بس بس لبناتي بس. ايه الحاجه المشتركه بين الحموات الفاتنات غير بناتي؟ يعني بصراحه وانا مستغربه من وجودهم مع ستي زي دي. بس حتى انت عادله هتتكلمي مش كفايه مامتك؟ ولا تعالى هنا، تعالى هنا بشعرك ده، اقف هنا ما تتحركش. انا الصراحه مصدومه قوي من اللي بيحصل ده. ما انتوا لقيتوا حاجه دلوقتي تمسكوها علينا. وطي صوتك يلا كمان، قصر الكلام، اقعدوا الاول. اي واحده من امهاتكم منك له جت تزورنا هتتفتش، وتفتيش ذاتي من حق اخاف عليا وعلى بناتي؟ مش يمكن ترش لي ميه، ترمي لي عفريت فلتان ولا حاجه؟ بصراحه اخاف من الفتنه. ايه الكلام الفارغ ده يا سعاد؟ الست دي اتهطلت ولا ايه؟ يعني ايه نتفتش؟ بص يا سعاد، احنا لازم نعمل اجتماع عاجل، لازم نبقى ايد واحده، الكلام ده ما ينفعش. انا بقى مش ناقصه جنان الست دي. اوكي يا سعاد، مع السلامه. اتهطلت ان نتفتش قال. ادخل. تعالى يا ابراهيم. ازيك يا مدام انتصار؟ الحمد لله يا سيدي، الحمد لله. عامل ايه؟ اخبارك ايه مع هيام؟ الحمد لله بخير، احنا زي الفل الحمد لله، مبسوطين جدا. طبعا بنتي، بنتي تربيتي والله تربيتي. ونعم التربية، ونعم التربية طبعا طبعا يا حبيبي. تعالى اقعد يا ابراهيم، اقعد حبيبي. الف مبروك عليك. الله يبارك فيكي. والله العظيم يعني هيام دي احسن حاجة حصلت لي في حياتي، ولو انك ما تستاهلهاش. عموما حبيبي انا مبسوط. قوم اقف يا حبيبي وانت بتكلم، تنسيت نفسك ولا ايه؟ اسف يا مام. بص يا ابراهيم يا حبيبي، مش مهم ابدا انك انت تبقى سعيد، المهم يا حبيبي انك انت تستمر وتكمل في السعاده دي. اهو بنقول يا رب. يا رب، انت عزيز وغالي. اقعد يا ابراهيم يا حبيبي، اقعد، انت زي ابني بالظبط حبيب قلبي. مبسوط الحمد لله. الحمد لله. الحمد مبسوط لله. مبسوط جدا الحمد لله. بص يا ابراهيم، انا كنت عايزه اكلمك في موضوع كده. خير؟ انا عايزاك تطلق البيت. لا مش ده، مش ده. لا حبيبي معلش، انا نفسي انك انت تقنعها انها تيجي تشتغل مع مامتها في محطتها، ويبقى معها مامتها وجوزها. مدام انتصار انت عارفه والله العظيم انا ما اقدرش ارفض لك اي طلب، ونفسي يعني البي لك اي طلب انت عايزاه. غالي وعزيز، غالي وعزيز، غالي وعزيز، بس انا ما اقدرش يعني اجبر هيام على حاجه هي مش عايزه تعملها. ازاي ابراهيم؟ ازاي؟ هو انت مش عايز مراتك حبيبتك تبقى قدام عينيك على طول؟ ها ولا ايه؟ يا ريت والله. البت قزه يا ابراهيم، قزه قزه، يعني هي ممكن بقى هناك حد يعكسها، حد يضايقها، زي مرات عمرو بالظبط ولا ايه؟ تصدقي كلامك صح، انت غالي وعزيز، غالي وعزيز، بس انا ما اقدرش اجبرها على حاجه هي مش عايزاها.
بص يا مدام انتصار، والله العظيم قبل ما نتكلم الكلام دوت انا كلمتها في البيت وحاولت اقنعها انها تيجي القناه، بس للاسف يعني هي رفضت وانا احترمت رغبتها. لا حمش يا واد، لا حمش يا واد، وبتمشي كلامك على مراتك. لا راجل راجل. طب امشي وامشي وامشي من قدام، امشي يلا يا ابو زعروره، يلا يا ابو زعروره امشي. البيت ماشيه هي كلامها عليه. يا نهار اسود، يا دي المصيبه، يا دي المصيبه. ايه يا كريم في ايه؟ في ايه؟ انا مستقبلي راح واتفضحت. ليه يا حبيبي، ايه اللي حصل؟ شوف يا ستي، القبض على انتصار، عبد الحق وسعاد دياب، ومعهم الفنانة الشعبية لوزة، والدة أحد المطربين المشهورين في وكر الدجالة راحبات القوس. يا نهار أسود، إمتى ده حصل؟ وإيه اللي وداهم هناكم تلاتة؟ وأنا مش عرفني، أنا مش متلاقح معاكي في المنفى ده، والمصيبة إن هما كاتبين أول حرفين من اسمي، يعني أي غبي هيبقى عارف إن هما قاصدين إن أنا بالذات. طب اهدى يا حبيبي معلش، اهدى. اهدى إيه بس؟ أنا من ساعة ما جيت المخروبة دي والمصايب نازلة ترف على دماغي، أنا قرفت. آه مالك؟ مالك؟ عندي مغص في بطني يا كريم. طب اعمل ايه؟ اجيب لك دكتور؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ انا هتصرف، انا هتصرف بسرعه يا كريم. هي عملتي ايه؟ جاهزه بره. طب يلا بسرعه هاتيها عشان اشوفها. بس بقول لك ايه، بالراحه عليها واحده واحده. ماشي يلا. هتظبطيني؟ هظبطك يا جماله يا جماله. يلا يا شاب يلا. على دلعونا وعلى دلعونا، صلوا على النبي لا تحسدونا. سلخان مش وش ايه ده؟ معلش معلش، ما انا قلت لك بالراحه عليها، قصدي اول مره تتدلى من البلد. انا بتدلل اهو اهو. انا جاهزه يا ست الدكتوره، خدي اللي انت عايزاه، خدي الكرشه والفيشه، بس سيبي لي القوامص عشان بحبها. هتودي، احنا اتفقنا على الكليه بس، دي هتودينا في داهيه سكتيها. ما تخافيش يا اختي، انا متبرعه بالكبد مرتين قبل كده. انا مش قلت لك ما تجيبيش سيره الموضوع ده؟ خلاص. بصي يا ستي، هنعمل لك دلوقتي التحاليل، ولو طلعت سليمه وكويسه الاسبوع الجاي هتعملي العمليه، فهمتي؟ ماشي ماشي سعادتك. تحبي تاخدي الكليتين؟ انا مش عاوزاهم، ادفعي لي فيهم 1000 جنيه. لا احنا اتفقنا على كليه واحده. حاضر. دي هتودينا في داهيه يا شيخ، حرام عليكي سكتيها. ما تخافيش. يلا يلا بقى تعالي ورايا. شو هي؟ يلا خلقها داي. معلش هنوسع. مدام انتصار. نعم. في واحدة واقفة برا وبتقول عايزة حضرتك في مسألة حقيقة أو موت. حقيقة أو موت؟ مين دي عايزة إيه؟ هي بتقول إن حضرتك ما تعرفهاش. طب خليها تتفضل لما نشوف. كل شوية تجيلي مصايب. اتفضلي. مساء الخير يا مدام انتصار. اهلا مدام حياة او موت، اهلا بيكي. خير؟ انا جايه جايبه لحضرتك معلومات مهمه قوي عن حبيبه قلبك نبويه التمساح. اما انا كل شويه بقى حد يجي ينط لي ويهزر او يبقى عايز يشتهر ويطلع على المحطه عندي، مش كده برضو ولا ايه؟ اهدي بس يا مدام شويه، انا متجوزه راجل من اهم رجاله نبويه التمساح. يا سلام، وجايه تبلغي عنه ليه يا حبيبتي؟ عشان انتقم منه، عشان رمان انا وعيالي وراح اتجوز عليا. اصيله، مين بقى في رجالتها؟ هقول لحضرتك على كل حاجه. حبيبه امها. يا اخواتي بحب، انت مخصماني ليه يا بيضه؟ مخصماني ليه؟ عايزه غزل البنات، انا عارفه. يا اختي نونا يا اختي، يا اختي حبيبتي يا اختي، يا اختي نونا يا اختي. يعني ينفع كده يا ماما؟ في ايه؟ في ايه؟ يعني بصراحة يعني تصرفاتك في موضوع الساحرة الشريرة ده خلاني في نص هدومي قصاد مراتي وحماتي. على فكرة بقى، حماتك هي اللي ساحرة شريرة وعملت الموضوع ده مخصوص عشان تكسر عينك بيه. ما هو بالمنطق كده، ايه اللي بيجمعك انت وانتصار والست اللي اسمها لوزة دي؟ كان مشوار مهبب ولا حاجة، كنا رايحين نشوف الفنجان عادي بنهزر يعني، اهو قلب غم. طب باصص لي كده ليه؟ انت مش مصدقني ومصدق حماتك الساحرة الشريرة؟ ازاي؟ اكيد طبعا كنتوا رايحين تقروا فنجان. سعاد انت ما بتشربيش قهوه. يا اختي نونا يا اختي، يا اختي حلوه يا اختي، تعالي يا بيضه، تعالي يا بيضه حلوه يا اختي حلوه نونا يا اختي نونا. مسك عليه مسك عليه. يا امه المعلومات دي خطيره جدا.
اسكت يا ابراهيم، الموضوع ده جالي نجده من السما. انا ما كنتش عارفه هقابل الجمهور ازاي بعد فتحت الهبابه رحابات القوسي دي. الحمد لله جالي موضوع قبل في بيه الناس. طب انت ناوي تعملي ايه دلوقتي؟ لا مش انا، انا وانت نعمل ايه؟ جاهز؟ جاهز. يلا يلا بسرعه يلا. هو حضرتك متأكدة ان ده المكان؟ ايوه يا ابني هو ده العنوان اللي هي اديتهوني. وبعدين يا زكي يا زكي انت انت مش شايف العربية بتاعته واقفة قدام الباب؟ طب احنا هنقعد دلوقتي هنا للصبح ولا ايه؟ يا ابني ليه بس؟ هنقعد للصبح ليه؟ ما هي قايله لي ان هو ده الميعاد اللي بينزل فيه. وبعدين اهدى بقى علشان انا عندي صداع النهارده مش ناقصه. اسف اسف. طب مش كنا جبنا برضه البودي جارد بتاع حضرتك يعني عملوا جو كده جو ايه؟ هو احنا بنعمل حفله؟ جو ايه وهباب ايه؟ ده انا ما صدقت هربت منهم. ما تقلقش يا حبيبي ما تقلقش، انا عامله حساب كل حاجه. اهمد بقى. ربنا يستر. هو مش كان هنا في عربيه كبده باين في الشارع ده اول؟ الراجل اهو الراجل اهو. واضح ان الست عارفه الراجل ده قوي. لا زكي هي مجرد مراته بس، معرفه سطحيه. زكي زكي ده انا لو ماشيه وراك كان زمان رحت في 60 داهيه. اقفل بسرعة. الله حلوة قوي. يا رجاله كله تمام؟ كله تمام والدنيا اتظبطت على الاخر. طب يلا امنوا بره على مطفي النار. حاضر. يا نهار ابيض دول قفلوا الباب. احنا نروح ما انت كل اللي همك كده. معلش ما تقلقش انت معايا يا واد. معلش ايه؟ يلا يلا بسرعه. بسرعه ايه؟ طلع الكاميرا. ادي الكاميرا. يلا بسرعه بسرعه. حاضر حاضر. ازاي بس ما نجيش معانا كوافير ولا مكياج؟ كوافير ايه بس انا خايف. يلا حبيبي يلا. حاضر. ثق فيا ثق فيا. يلا ابدا تصوير. 3 2 اكشن. سيداتي أنساتي سادتي، زي ما تعودتم من دار الحقيقة إنها تعمل لكم كل الإكسكلوزيف اللي في الدنيا حصرياً وعلى قناة دار الحقيقة. أقدر أقول لكم إن إحنا هنا دلوقتي في الموقع بتاع نبوية تمساح، ده الوكر بتاعها، وطبعاً قدرنا نوصله بفضل تحقيقاتي
والمعد إبراهيم عبد الفتاح. إبراهيم عبد الفتاح. اعدل. أعزائي المشاهدين، إحنا دلوقتي قدام الترسانة بتاعت نبوية تمساح. تصوروا شوفوا حجم وكمية الأسلحة اللي موجودة دي، تنفع لحرب. أنا مش عارفة الست دي بتعمل كده ليه. تصوروا إنه بالأسلحة دي دم المصريين الشرفاء العظماء دمهم بيسيل على أرض مصر المحروسة. أهلا وسهلا، منورة يا مدام انتصار. نتعرف على حضرتك؟ هنتعرف، مالك مستعجلة ليه؟ كلوز للباشا. تعرف نفسي في ايه قبل ما نموت يا مدام انتصار؟ في ايه يا فالح؟ نفسي افك الحبل ده واجيب الكاميرا وابعت رسالة لهيام، وقول لها ان انا بحبها. يا سلام، وانت فاكرني يا واد هصدقك يا كذاب؟ والله العظيم بحبها، بس يلا مش هلحق اسعدها. الحمد لله ربنا ستر. بس عارف يا واد انت، زي ما انا دبستك ودخلتك هنا انا هعرف اخرجك برضو، بس انت ما بتثقش فيا. يا سلام، هنخرج ازاي واحنا متكتفين التكتيفة السودة دي؟ يا واد ثق فيا، انت عارف السلسلة المعفنة اللي انا لابساها دي؟ من الصبح بقول من ذوقك مالها؟ هتندهش. مش قلت لك هتندهش؟ يسلم لي هالقوات الخاصة. ضربة جديدة بتوجهها الداخلية لعصابة نبوية التمساح، وهي اكتشاف مخزن السلاح اللي كانت بتستخدمه في تنفيذ أعمالها الإرهابية والإجرامية. الحقيقة الفضل في ده بيرجع لله أولا سبحانه وتعالى، ثم للإعلامية انتصار عبد الحق المجتهدة اللي حقيقي ساعدتنا كتير في الوصول للمخزن ده. اتفضلي. كنا عايزين نعرف تفاصيل تعاون بين الإعلامية انتصار عبد الحق والداخلية. الحقيقة هو في ايه حضرتك؟ ما هو يعني انا مش جاية أباجورة. طب حضرتك، لا اتفضل اتفضل حضرتك اتفضل. الحقيقة احنا كنا رصدين تحركات بعض العناصر المشكوك فيها، ولما جات مدام انتصار واكدت لنا المعلومة دينا لها جهاز جي بي اس للتعقب، وفضلنا وراها خطوة بخطوة نراقب تحركاتها، تحركات العصابة، بدون ما العصابة تشعر علشان ما تاخدش احتياطاتها. اتفضل. كنا عايزين نسأل مدام انتصار عن مصادرها وازاي قدرت توصل للمخزن. اسكت حضرتك. انا الحقيقة للأسف مش هقدر اكشف مصادري لان دي حاجة خاصة بيا، لكن انا سعيدة جدا ان احنا قدرنا نوصل لرجالة نبوية تمساح ووصلنا للمخزن بتاعها، لكن انا حزينة قوي ان الشرطة للأسف جت متأخرة وما قدروش يقبضوا عليهم، لكن ان شاء الله المرة الجاية يقبضوا عليهم بأسرع وقت. خلاص هانت يعني، وان شاء الله كمان الحلقه الجايه عندي في المحطه بتاعتي هيبقى فيه اسرار كتيره واخبار كتيره جدا اول مره حد يعرفها. فارجوكم شاهدوا البرنامج بتاعي الجمعه الجايه على دار الحقيقه اكسكلوسيف. شكرا. هي انتصار فاكره بموضوع مخزن نبويه عرفت البحر فيه كم سمكه؟ بصراحه يعني يا ماما، بصراحه انا معجبه قوي بطنط انتصار واصرارها كده وجرأتها ان هي دايما تكون صاحبه السبق. حبيبتي يا عداله، ما عشان كده هي الاعلاميه الاولى في مصر، والحمد لله قادره انها تحافظ على المكانه دي. صحيح، القرد في عنق امه غزال. نعم. مش قصدي عليك، بس بتحديها كده لنبويه التمساح هتخليك انت وهي في خطر قوي باذن الله. لا يا حضرتك ما تقلقيش، ان شاء الله ربنا هيسترها. انت ما تقلبينا ممدوح فرج. جون سينا النهارده هيلعب الصخر. طب وماما؟ انت عايز تتفرج على الحاجه؟ مدام جوزك مصمم بقى اسحب لنا ساعه تكون خلصت الهرتله وبيصحيني على الاعلانات. حق.
الحمد لله. حلقة النهاردة كانت تاريخية، عملت نسبة مشاهدة قياسية. كالعادة مش جديد عليا. الحمد لله الحلقة دي أنقذتني من موضوع هباب رحابات القوس ده اللي كان هيوديني في داهية. الحمد لله، بس أنا أموت وأعرف رجالة نبوية التمساح بعد ما كتفونا راحوا فين؟ أكيد راحوا يقولوا لها نعمل فيهم إيه؟ طب الحمد لله إن البوليس جه قبل ما يجوا ويخلصوا علينا. أنا بس اللي مجنني الراجل اللي إحنا كنا ماشيين وراه. راجل مين؟ الراجل جوز الست اللي كانت بتيجي تديني المعلومات. ماله؟ البوليس قال لي ان هو من ساعتها اختفى، ولا حس ولا خبر ولا يعرفوا عنه حاجه. يا خساره، ده الراجل ده لو كان ظهر ولا اتقبض عليه كنا عرفنا من هنا بويه التمساح. ان شاء الله نعرف. ان شاء الله. بقول لك ايه، زمانهم جايين، جهزي بقى وغطي وشك. ها جاهزه؟ يلا اسرفوا النولاوي، اسرفوا النولاوي راجل. لا انت قلت حكيمه. يلا يا اختي. ايه يا اختي؟ ايه لا بس معلش يا دكتور، اصلها ما بتتكشفش على رجال. حد الله، لو مدت ايدك عليا لازم الراجل يكون موجود. راجلك مين؟ عواد. عواد يا اختي بيروي الخيط. عوادي بقى يجي يكشف مره تانية. بقول لك ايه، معلش يا دكتور استحملها، اصلها اول مره تشوف رجاله. حاضر. على فكرة التحليل بتاعتك كويسة قوي، انت جاهزة للعملية؟ جاهزة ما شاء الله، انت هتاخد حاجة جاهزة. كليتي كانتالوب، بس قبل ما تفتح تسامبي يا دكتور. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. هتخشي معاهم عشان يحضروك على بال ما نجهز المريض التاني. ماشي يا دكتور، هاخد 30,000 جنيه وعلى كل غرزة 10 جنيه. انا مش عبيط، اصرفوا النور. واعية ومدقدقة يا دكتور. لا مؤاخذة يا دكتور، بالنسبة يعني لعمولتي. عمولة ايه؟ الدكتور مالوش دعوة. اتفضل يا دكتور، اتفضل حضرتك. مش انا قلتلك هظبطك؟ ما انا ما ظبطتش يا اختي لغاية دلوقتي. اصبري هظبطك. اديني مصابرة. تعالوا في النولاو. يلا يا شهد النولاو. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ياما تعالي لي ياما، تعالي لي ياما. أنا عايزكوا تهدوا وريلاكسوا خالص. دكتور التخدير زمانه جاي وهنبدأ على طول. لا بلاش بينج، اخبطنا على راسي أحسن. حاضر، دكتور التخدير يجي ونخبطك على دماغك. يعني ياما، هي الساعة كام؟ محدش حرك مكانه، قبض على كل الموجودين. اتأخرت ليه؟ أنت لازم تقبض عليه متلبس. العميد نور عز الدين، مش أنا اللي جاية أتدلى هنا. أنت الدكتور محمود عبد الخالق؟ أيوة يا فندم. بخير. معانا أمر بالقبض عليك. القبض عليا أنا؟ ليه؟ اتفضل معانا وهناك هتعرف كل حاجه. في ايه؟ هو عمل ايه؟ عملت ايه يا محمود؟ ما عملتش حاجه. ايه حصل؟ طب استنى اغير واجي معاك. تيجي معايا فين؟ خش جوه. يا نهار اسود، يا نهار اسود. عامل ايه؟ عامل الو، الحقيني يا ماما، قبضوا على محمود. محمود بريء يا ماما، محمود لا يمكن يعمل كده. تعمليش في نفسك كده، بكره التحقيق والنيابه تقول اذا كان بريء ولا مش بريء. يعني ايه؟ وحضرتك شاكه في براءه محمود ولا ايه؟ شرف، انا 30 سنه ضابط بوليس ومأمورة سجن النساء، ما قابلتش مجرم إلا ما قال على نفسه بريء. ويا ما أولاد ناس زي محمود كده، تشوفيهم لا يمكن تشك فيهم، يطلعوا مجرمين. أنا بريء يا نور، خلي بالك من البنات يا نور. حاضر. معقول يا ماما اللي حضرتك بتقوليه ده؟ معقول انت اللي بتقولي كده؟ انت اكتر واحده واثقه في اخلاق محمود. يا رب يكذب ذاته.
يا رب يا محمود تطلع بريء يا رب. ما تعمليش في نفسك كده عشان خاطري، عشان خاطري ما تعمليش في نفسك كده، ما تعمليش في نفسك كده، معلش. مش عارفة ايه البلاوي اللي بتتحدف علينا فجأة دي. والله عندك حق، تجارة أعضاء ايه وبتاع ايه، ده محمود ملوش في الصح عشان يبقى له في الغلط. ده ما شربش سجار. لا وايه، طول عمري أقول أصل أنا ربيته زاد عن اللزوم. لا الموضوع فيه شيء غريب مش مفهوم. لكن قوليلي، ما عرفوش برضو مين اللي بلغ ومين ده اللي كان هيتعمل له نقل كلى؟ المحامين بيقولوا حاجة غريبة جدا، شخصية المبلغ عليها تعتيم فظيع، محدش عارف هو مين، حاجة مش عادية طبعا. والست الفلاحة اللي كانت هتتبرع اختفت فجأة بعد القبض عليهم. طب انتي مش شايفة ان ده شيء غريب شوية؟ اللي هو ايه؟ يعني ان المبلغ ده مستر اكس محدش عارف عنه حاجة، والست الفلاحة دي اختفت فجأة. مش فاهمة قصدك. يعني ده طبعا موضوع مترتب، يعني الست الفلاحة دي اكيد متفقة مع البوليس. افرضي حتى اني عرفت، هيفيدني بايه؟ ازاي بقى يا سعاد؟ لازم تعرفي، لازم تشوفي الدنيا ماشية قدامك ووراك ازاي، لازم تعرفي مين اعدائك، مين بيرتب لك. انت طيبة قوي يا سعاد. لا ساذجة. طول عمري كده. ادخل. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا احمد، فيك الخير. مش عارفه ليه اول ما بشوفك بفتكر دواء الضغط. والله يا فندم انا جاي اخد بخاطرك واسيك واقول لك شدي حيلك. ان شاء الله جوز بنت سيادتك ياخد حكم مخفف. مخفف ان شاء الله هياخد حكم مخفف. المشكله يا فندم انه مش هياخد حكم مخفف لان القضيه لابسه لابساه، ده مدير المستشفى. يا اخي تف من بقك بس بعيد عن المكتب عشان انا لسه منظفاه. ليه بتقول كده؟ موقفه كويس جدا. اتمنى. بس اللي انا مستغرب له بقى قوي انك بتبقي دقيقه جدا وانت بتنقي جوز بناتك. فلتت منك دي، جبتي من ده؟ كل واحد معرض لموقف زي ده. عندك انت مثلا، انا حلمت لك حلم ان انت في زنزانه كده وعمال ترسم موتوسيكل على الحيطه والمساجين حواليك وراسهم والف سيف ان انت تركب الموتوسيكل ده. بس ما تقلقش، الموتوسيكل نصره يا واد، نصره. تعرف ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته، مش كده ولا ايه يا حضره الضابط؟ اه طبعا يا فندم. وعلى فكره حلمك اتحقق، انا جاي اودعك. مع السلامه. مع هتستقيل ولا ايه؟ عموما مفيش احسن من العمل الحر، اشتغل رجل اعمال واهرب. انا اتنقلت المباحث. الف مبروك ما شاء الله. انا طول عمري اقول ان جسمك جسم مباحث. مع السلامه. مع السلامه. كله بتوجيهات سيادتك يا فندم. هو حضرتك شفتي طقم المساجين اللي جالنا النهارده السجن؟ لا لسه ما مرتش، همر بعد ما يخلصوا الاجراءات. ليه؟ فيهم واحده تخصك. واحده تخصني انا؟ مين؟ خش جوه. مسا الفل يا مقطيع. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ المعلمه سمحه. يا اختي الحمد لله على السلامه. اللي رجعك تاني؟ نصيبي الاسود عشان ارجع اشوف خلاقكم. ازيك يا معلمه سمحه، عامله ايه؟ والله ليكي وحشه. هو انت ايه اللي رجعك تاني؟ الله يجازيها بقى الماموره بتاعتكم، الله يجازيها يا رب. ايه ده؟ هي اللي دغتك؟ اه اصل دي زي الحيه اللي تلدغه يرجع هنا على طول. هتروح مني فين؟ مع اني اكرمتها اخر كرم واحلى اكل في الدنيا اكلوا من ايديا دول، وفي الاخر يبقى ده جزاتي؟ ماشي. يخيبك، انت كنت بتشتغلي عندهم في البيت ولا ايه؟ ايوه يا اختي كنت بتحبب عندهم في البيت. لا 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 لا، ادي عايزه قاعده. تعالي يا اختي اقعدي جنبينا كده واحكي لنا ايه اللي حصل بالظبط وبالتفصيل الممل.
خير يا انتصار. ايه الموضوع المهم اللي انت عايزاني فيه؟ انت بعد ما حكيتيلي على المخبر السري ده ولا الراجل اللي بلغ ومحدش عارف هو مين، الفار لعب في عبي. رحت على المحطة على طول وجبت شوية عيال معدين من الشاطرين اللي عندي وخليتهم يرقدوا في النيابة لغاية ما جابولي الخبر اليقين. بجد؟ عرفت منين اللي بلغ؟ للأسف عرفت. ليه؟ هو مين؟ الست نور عز الدين. ايه الاخبار يا متر؟ الحمد لله، اخبار عظيمه. انا خارج مخصوص عشان اطمنك. وكل النيابه اللي جوه ده داهيه، وقع المتهمين في بعض وخلاهم اعترفوا على بعض وقالوا ان الدكتور محمود ملوش اي علاقه بالجرائم دي خالص. بجد؟ يعني محمود هيروح معايا؟ لا لسه مش بالسرعه دي يا مدام سعاد، لسه في اجراءات كتير. وبعدين احنا كنا فين وبقينا فين؟ الحمد لله يعتبر كده القضيه انتهت. الحمد لله، ما انت كريم يا رب. طمنيني يا طنط، ايه الاخبار؟ اخبار عظيمه، القضيه يعتبر خلصت خلاص لصالح الدكتور محمود. الحمد لله، الف حمد والف شكر لك يا رب. مش قلت لك يا مام محمود بريء؟ الحمد لله يا حبيبتي، انا كنت عارفه والله. هي الست الوالده كان عندها شك ان ابني بريء؟ لا لا يا طنط، بس ايه، كان نفسها ان ابني يتسجن عشان تخلص منه، مش كده؟ جرأة يا سعاد، هي براءه ابنك هتخليكي تقولي كلام ملوش معنى ولا ايه؟ لا يا شيخ شرف، اسألي مامتك كده مين اللي بلغ عن محمود عشان يلبسه القضية دي. هو مين المؤذي ده؟ الله يخرب بيته يا رب. اهو المؤذي ده الله يخرب بيته، ان شاء الله يبقى أمك. أيوة يا عبد، أنا جاية يا عبد. ماما إيه الكلام اللي طنط سعاد بتقوله ده؟ ماما يا ماما، أنت ما بترديش ليه؟ الكلام ده صحيح؟ بس يعني اصل ايوه انا اللي بلغت. سمعتي بودانك؟ يلا حبيبتي خد امك ووروني جمال خطوتكو، وابني اول ان شاء الله ما يخرج بالسلامه هيبعتلك ورقه طلاقك بالبريد المستعجل. يلا بالسلامه. شرف، طب يا سعاد ما وريتك. اجري يا شرف. حماتي؟ طب ليه؟ وانا كنت عملت لها ايه؟ ده انا بعامل شرف بما يرضي الله، يبقى ده جزاتي يا امي؟ ولا ايه؟ بتحبني اكتر واحد في جواز بناتها، اما التانية هتعمل فيهم ايه؟ هتعلقهم من ودانهم؟ معلش يا حبيبي، الحمد لله ان الحقيقه بانت من دلوقتي. انت كان ممكن جدا تخرج من هنا على بيتها، تروح هي ملبساك بلوه تانيه، الله اعلم ساعتها بقى نعرف نخرجك منها ولا لا. طب وشرف كانت تعرف حاجه؟ يوه انسى بقى، بلا شرف بالعرف، انسى الاسم ده بالعيله دي خالص. يا امي بالله عليكي ريحيني، كانت تعرف ولا ما تعرفش؟ ما اعرفش يا محمود، مش عرفنا انا. هي قدامي عملت انها اتفاجئت، معرفش بقى بجد ولا تمثيل يعني. لا شرف عمرها ما تكون عارفه حاجه زي كده وتسكت. خلصنا من الموضوع ده يا محمود، ان شاء الله اول حاجه تعملها اول ما تطلع من هنا حبيبي بالسلامه تطلقها ونطلع خالص من العيله دي. ده احنا من ساعه ما نسبناهم ما شفناش يوم واحد عدل يا اخويا بالعرف. ده انا جوزك ستها، ده انا شفت لك حته عروسه ربنا يجعلها من نصيبك، اسمها فرح. حلوة ماما؟ قمر بنت لم يا صاحبتي. شرف لسه زعلانة مني يا شرف؟ سيبيني يا ماما، أنا مش عايزة أتكلم حد، أنا عايزة أبقى لوحدي. طب لو سمحتي اديني فرصة أدافع عن نفسي. تدافع عن نفسك بعد ما دمرتيني وخربتي بيتي؟ أنا أخرب بيتك يا شرف؟ بعد الشر يا بنتي،
هو انا ليا مين غيرك انت واخواتك يا حبيبتي؟ اسمعيني يا شرف، انا اقسمت يمين قدام ربنا وقدام الدوله كلها ان انا ما فرقش بين قريب وغريب، حتى لو كان جوز بنتي لو عمل اي غلطه لازم ياخد جزاته، ولو بنت من بناتي لا سمح الله عملت جريمه اسلمها بنفسي للنيابه. يا سلام، ولما امانه سرقت رحت ليه خرجتيها من الاسم؟ اخرسي، امانه مريضه مش مجرمه، ومحمود بريء مش مجرم. وخلاص القانون طلعه بريء، وانا واجبي كواحده من الداخليه ان كنت اعمل كده. من غير ما تتاكدي تروحي كده تبلغي عنه؟ انت لو متاكده بينك وبين نفسك انك صح ما كنتيش خبيتي عليا. يا شرف افهمي، كان لازم. انا مش عايزه اسمع حاجه، انا عمري ما هنسى اللي انت عملتيه فيا. وانا مش هقدر اشوفك زعلانه. طب اعمل لك ايه؟ حماتك واللي عملته؟ اسكتي يا ماما اسكتي، ده انا من ساعتها وانا في حاله ذهول، ما كنتش اتخيل ابدا انها توصل بها الجرأه وتبلغ عن واحد من جواز بناتها. ومين عارف الدور عليك يا حبيبي، ربنا يستر. فعلا يا ماما عندك حق، الست دي بقت خطر قوي علينا، ولازم كلنا ناخد موقف متضامن مع محمود ضدها. انا بصراحه من ساعتها وانا مش طايقه ابص في وشها اصلا. لا يا حبيبي، انت لازم تتكلم مع مراتك، انت لازم تقول لها انها لازم تقاطع امها. يا حبيبي بقت خطر اصلا. الود ودي بقى انك انت تاخد مراتك وتروحوا تسكنوا في حته بعيده عنها، حته امان يا حبيبي، كرداسه مثلا. لا بنام ولا برتاح كتير بسهر، اقول انسى كلاقي روحي بتفكر ازاي قادر تعيش بعيد عني. ارجع حبيبي هوانا متقدر، لا بنام ولا برتاح كتير بسهر، اقول انسى كلاقي روحي بتفكر ازاي قادر تعيش بعيد عني. ارجع حبيبي هوانا متقدر. الله، حلو قوي يا كريم الكلام ده، عجبتك بجد؟ اصلي يا باشا اهو الواحد بيحاول يفك نفسه بدل ما يتجنن. عندك حق، على فكره انت ممكن اصلا تخلص الحان الالبوم كله وانت قاعد هنا. فرحتك بيا يا اختي. معلش يا حبيبي، ربنا يفك سجننا عن قريب. تفتكري ممكن نخرج ثلاث ارباع المده؟ ربنا يسهل، بس ده يعتمد على حسن السير والسلوك. يا رب. انتباه، قوموا، تحركي تحركي، انتباه، لمي شعرك، اظبطي طرحتك، اقفلي صدرك. اهلا ملكة جمال التناحة، البت دي هنا بتعمل ايه؟ مش في الانفرادي ليه؟ تمام يا فندم، لسه واصله. تروح تاني تعيش هناك على طول. حاضر. قومي يا كريم، قومي دلوقتي، قومي يلا يلا. كله على سريره، انخمدوا، ناموا، حوش. عرفت ان محمود خرج بالسلامة؟ الحمد لله. طب ما انتش ناوية تروحي تشوفيه؟ هو اساسا مش هيبقى طايق يشوفني عادلة بعد اللي ماما عملته فيه. خلاص يا شرف، انت مش شايله نفسك الذنب ليه؟ انت عملتي له ايه؟ عارفه ذنبي؟
ذنبي اني بنت نور عز الدين. عرفتي ذنبي ايه؟ يا شرف والله محمود بيحبك، انا واثقه من ده. طنط سعاد مش طايقاني بعد اللي حصل، اكيد يعني ده رد فعل طبيعي للي حصل، واول حاجه هتطلبها منه ان هو يطلقني. سيبك بقى من الكلام ده كله، طنط سعاد قالت كده عشان كانت مصدومه من اللي ماما عملته. انا عارفه انا بقول لك ايه. يعني انت شايفه اعمل ايه دلوقتي؟ لازم طبعا تروحي لمحمود، محمود بيحبك. تفضلي تفضلي يا ماما بالشفا. بسم الله الرحمن الرحيم. تسلم ايدك يا اختي. شويه ميه بقى تفضلي. ايوه تفضلي. تفضلي يا دكتوره، انا مش عارفه انا اللي دكتوره ولا انت اللي دكتوره. تفضلي. لا دي لجنه كبيره قوي اللي كانت بتمتحني. اه والله. اه دكتوراه يعني. ونعم بالله. الحمد لله الحمد لله. ايه يا اختي اللي انا بسمعه عنك ده؟ ايه ايه اللي انت عاملاه والفضايح المصيبه اللي انت فيها دي؟ ايه ده؟ عملت ايه؟ ولادك بيشتكوا مر الشكوى. في واحده تعمل اللي عملتيه؟ تروحي تبلغي عن جوز بنتك؟ ده كلام؟ مش كنت تتاكدي الاول؟ اصل انت ما تعرفينيش يا دكتوره، انا لو ابويا ركن في الممنوع اكلبشه. ايوه اعملي لي يا اختي فيها خبيره. ايوه اعملي لي زي الكلاب البلوصيه اللي دايره تشمشم. انا زي كلاب؟ ربنا يسامحك. انت عارفه هو بريء ولا لا؟ يا ماما هو في مجرم بيعترف بجريمته على راي المثل، قالوا للحرام احلف راح حلف على طول. عامله فيها خبره قوي. انت كده بتجني على نفسك وعلى بناتك كمان. اعمل ايه يا ماما؟ بحبهم قوي وبخاف عليهم، واي حد يأذيهم ببقى هتجنن. ده انت بقى هتعملي زي الدبه اللي قتلت ولادها. لازم تصلحي الموقف ده باي طريقه. تفتكري ينفع؟ طبعا طبعا ينفع. اي حاجه تنفع لو فكرت فيها بعقلك. يا بنتي كبسي كويس. حاضر حاضر. انا كنت اجيب واحده من بره بقى. ما جبتيش ليه؟ ما جبتيش ليه؟ ايه؟ كده. انت مين يا اختي؟ بتعملي ايه هنا؟ انا مين؟ انا نور. نور؟ فتنة؟ لوزة؟ فتنة؟ ايوه يا مسعد. يا ولاد انا جايه اهو، انا جايه اهو، انا جايه اهو، انا جايه اهو. انت هتغني ايه؟ فين فتنه؟ وعايزه في ايه؟ انت مالك؟ انت قايله يا فتنه. خلاص يا اخويا. يا فتنه يا فتنه. مفيش فايده. جوز خالتك عايزك يا فتنه، جوز خالتك عايزك يا فتنه. فتنه. ايوه يا خالتي. ايوه تعال تعالي يا حبيبتي، تعالي اقعدي جنبي هنا. نعم يا جوز خالتي. خير؟ عندي ليكي خبر بمليون جنيه. والنبي صحيح كريم رجع؟ كريم ايه بس اللي رجع؟ ربنا يرد لامه حبيب قلب امه. يا ستي ما احنا ما قلناش حاجه، هيرجع بألف سلامه هو وابنه، بس مش هو ده الخبر. ايه الخبر فوزير رمضان؟ الريس سلامه الخشت، عارفينه طبعا، ابنه بقى عايد الخشت، مطرب الصاعد اللي انتوا عارفينه ده، طالب ايد فتنه. الف مبروك يا فتنه. انت بتزغرتي على ايه؟ انا مش عايزه اتجوز. مش عايزه تتجوزي ليه بقى ان شاء الله؟ ناويه تقعدي جنبي في البيت يا بت وتعنسي ولا ايه؟ ماله العريس؟ ده عريس لقطة، ده مفيش فرح شعبي فيكي يا بلد إلا لما الواد بيبقى مطلوب فيه. تتجوزيه وتعملي معاه دويتو، فرقة صغيرة كده على قدكم، تحتلي كل الأفراح الشعبية اللي في مصر. يا خالتي مش عايزة أتجوز، هو الجواز بالعافية يا ناس. مالها البت دي في إيه؟ أنا مش فاهم وبتزعق ليه كده؟ ده أنا فاهم إن أنا أول ما أجي أقول لك الخبر هتطير من الفرح. معلش يا جوز خالتي، أصل أنا فقرية بعيد عنك، أنا مش عايزة أتجوز يا ناس. عن إذنكم.
ما بتفكرش في الجواز خالص. امال بتفكري في مين يا حبيبتي؟ بتفكري في كريم اللي سابك واتجوز؟ مش فاهم البنت دي طالعه فقريه لمين. زي خالتها تسيب العسل وتغمس في المش بدودو. اه عمل تلاهي. انتي عارفه يا نور ان انا بحبك قد ايه، بس الموضوع ده انتي تسرعتي وغلطتي فيه. جايز انتي كراجل شرطه. نعم نعم. ايه راجل شرطه ده؟ انت شايفني قاعده قدامك ودقني مخدره؟ يا ستي ما اقصدش، قصدي انتي كسيده شرطيه يعني بيقودك الحس الامني، وده اللي خلاكي ما تعمليش اي اعتبار للقرابه. كان لازم تتحري اكتر وتعرفي انه ولد كويس وانا اعرفه ومحترم جدا. يا امجد، الممرضه بتوزع فلوس على الاستاف وتقول لهم الدكتور بعت لكم نصيبكم العمليه، وانا سمعته بيتكلم في التليفون وبيتفق على اتعاب العمليه. اشك ولا ما اشكش؟ لا يا ستي، ما يمكن اي عمليه عنده في المستشفى. كان بيتكلم مع المساعد بتاعه زي شغل العصابات كده، ده كان ناقص يقول له الفيلا في المنفيلا والمرته في قعر الحله يا ريس. انت اصلا شاكه فيه؟ ايوه، وسمعتي المكالمه وانت شاكه فيه. لو تسمعي المكالمه من غير شك هتلاقيها مكالمه عاديه جدا. زمان انتصار مهيجه الدنيا عليكي. انتصار ربنا يسامحها. الست دي هوايتها جمع المصايب، بتغير ريقها الصبح على سيره الناس، بس مش مهم انتصار. بناتي بناتي عايزين يمشوا يسيبوني، اعمل ايه؟ سيبيهم انتي وامشي. والله فكره. هشوفك تاني اكيد ان شاء الله في إن شاء اي الله. وقت انا من المكان، امن المكان يا نور. حبيبتي يا ماما، انا خايفه عليها قوي يا شرف. لا يا حبيبتي ما تخافيش، امك زي الاسد هتقوم منها برضو. ربنا يستر البلاوي اللي عماله تحصل لنا دي. خير يا جماعه خير، ولا تقلقوا، ابو نسب ده عمره طويل وربنا هيطول في عمرها ان شاء الله لغايه ما تشوف احفادها. يا استاذ امجد، حضرتك ما شفتش الناس اللي ضربوها؟ ده والله ما شفتش، دول ضربوا بالنار وجريوا زي الصاروخ. طب ما فيش حد في الاوتيل عارف يلقط ارقام الموتوسيكل؟ يا استاذ عمرو، المجرمين دايما بيبقوا سارقين الموتوسيكلات اللي بيعملوا بيها الجرايم. عندك حق يا فوتنا. امجد لحظه، تعالى اسحب اسحب. الولية دي كانت بتعمل عندك ايه في الاوتيل؟ مش وقت الانتصار. محمود محمود. الحمد لله مدام نور حالتها بقت مستقره. الحمد لله. انت هنا بتعمل ايه؟ انا اللي قلت له شرف، والراجل كتر خيره جاي يجري. سبحان الله سبحان الله يا حبيبي، ليها عمر على ايديك الحمد لله. تيجي منك انت يا محمود؟ انت برضو يا حبيبي؟ واجبك يا دكتور يا طنط يحتم عليا انقاذ حياه اي مريض. انا بجد مش عارفه اقول لك ايه. على العموم هي لما تفوق هينقلوها الاوضه بتاعتها، تقدر تستناها هناك. السلام عليكم. سلام. ايه واقفه ليه؟ روحي الحقي جوزك، ما تسيبوش في ظروف زي دي. اجري اجري يلا يا شرف. محمود يا محمود. محمود انا عايزه اتكلم معاك كلمتين. انت عارف كويس قوي ان انا ماليش ذنب في اللي حصل. فعلا مالكيش اي ذنب ان جوزك يترمي في السجن، ما تجيش تسالي عنه عشان مامتك اديتك اوردر بكده. وبرده مالكيش ذنب ان جوزك يخرج براءه، وما تجيش تقول الحمد لله على السلامه.
محمود، ربنا وحده اللي يعلم ان انا كل لحظه كنت بتمنى ان انا اكون معاك، بس انا كنت حاسه، لا انا كنت متاكده ان انت مش عايز تشوفني. بعدين كنت حوري وشي ازاي لمامتك، هي اساسا مش عايزه تشوفني. انت النهارده اللي جاي تنقذ امي بعد كل اللي عملته معاك. انا مش عارفه ارد لك الجميل ده ازاي. مش عارفه ولا جميل ولا حاجه، ده فضل من ربنا. بصي، انت لو عايزاها نكمل مع بعض يبقى تيجي تعيشي معايا بعيد عن الشقه بتاعتك وبعيد عن مامتك خالص. وانا موافقه، بس عايزاك تديني فرصه بس لحد ما ماما تخرج من المستشفى، وانا عندي استعداد اروح معاك في اي مكان انت عايزه. ماشي. معقول اللي انت بتعمله ده؟ ما هو يا اما انت اتجننت يا اما عايز تجنني. يا ماما يا حبيبتي، انا واجبي كطبيب يحتم عليا ان انا كان لازم اعمل عمليه. يا سلام، ما الدكاتره على قفه من يشيلوا يا اخي. طب قول لي بقى بذمتك، لو جرى لها حاجه في اوضه العمليات وماتت كان ايه اللي هيحصل؟ والله كانوا هيلبسوك القضيه ويقولوا ان انت اللي قتلتها. ماما ايه الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده؟ هو انا واقف في اوضه عمليات لوحدي؟ ما في حواليا 50 شاهد ودكاتره كبار كمان. ثم الحمد لله يعني جت سليمه والعمليه نجحت. يا فرحتي يا خويا. على فكره بقى انا النهارده قابلت شرف واتفقت معاها ان هي هتيجي تعيش معانا هنا لغايه لما ان شاء الله نلاقي شقه بعيد عن والدتها. يعني انا مش مصدقاك، انت لسه مصر على العيله دي بعد كل اللي حصل؟ طب ورحمه ابوك ما حوافقك المره دي على اللي انت عايزه؟ لو السما حطت طبقت على الارض. يا ابني يا ابني انا ما عنديش غيرك، انت عايز تحرق قلبي عليك. يا امي يا حبيبتي، شرف مراتي ومالها الذنب؟ هناخدها بذنب امها؟ يا اخويا ناخدها بذنب امها، لان امها مش هتسيبكوا في حالكم. طب بالمناسبه دي بقى، انا كان رايي يعني ان حضرتك المفروض تروحي تزوري امها. اديك في وشك، انت اتجننت. يا ماما يا حبيبتي، زياره المريض صدقه. بس انا اللي نفسي اعرفه يعني مين ليه مصلحه ان الست دي تتقتل؟ لا أنا ماليش أعداء وما أقدرش أتهم حد، وبعدين مش العميدة نور رصاصة تموتها. أنا لو عايزين يموتوني بقى يفخخوا كل البدلة. ألف سلامة ليكي. يمكن في أي حد من المسجولات عند حضرتك ليكي معاها مشكلة، أو في طرق قديم بايت بينك وبين أي مسجولة؟ طرق إيه؟ لا لا، حضرتك لو جيت السجن عندي هتلاقيه زي النادي بالظبط، أنا والمسجونات كلهم أنتيمي والله. أرجوكي أرجوكي يا ست العميدة، حاولي تساعدينا شوية. أظن أنت قبل كده تعرضتي لمحاولة الاغتيال والرصاصة جت في حماد بنتك. أيوه، بس الله أعلم الله أعلم أنا اللي كنت مقصودة ولا لأ. وعلى فكرة المرة دي أنا كان معايا الأستاذ أمجد. إحنا جبنا الأستاذ أمجد واستجبناه، هو قال إن هو ما شافش اللي كان بيضرب عليك النار، وكمان ما بيتهمش حد. كده كده أمجد نظره ضعيف. على فكرة أنا كمان ما بتهمش حد. على العموم يا ست العميدة، إحنا تعبناكي جامد وإحنا آسفين ليكي. بعد إذنك. اتفضل. ألف سلامة ليكي. الله يخليك. بس هنستأذنك تمضي على المحضر بس. أمضي؟ طب أمضي بذمتك، يعني شوف دراعي عامل إزاي، أمضي إزاي أنا؟ إيه يا ست العميدة؟ ده دراعك الشمال. هو ده الشمال؟ أيوه الشمال. شكرا. ميرسي يا ست العميدة. العفو، تعبناك معانا، جايبينك في حاجة صغيرة، معلش المرة الجاية في حاجة أكبر إن شاء الله. مع السلامة، كتر خيرك. ميرسي 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 خالص. سلامتك يا نور. سعاد الله يسلمك. بصراحة آخر حاجة كنت أتخيلها إنك تيجي تزوريني. ليه ما تقوليش كده؟ طبعا إحنا لسه أهل وفي بيننا عيش وملح. كتر خيرك. شكرا. أنا صحيح جيت أطمن عليكي، بس غصب عني يا نور عمري ما هنسى اللي عملتيه في ابني سعاد. أنت ليه
حاسه ان انا حاطه ابنك في دماغي وانا اللي لبست القضيه. على فكره والله كل الادله كانت ضده وربنا بس اللي يعرف مشاعري ساعتها كانت عامله ازاي. خلاص بقى ملوش لزوم الكلام، انا بس جيت عشان اعمل الواجب والاصول. اصيله يا سعاد اصيله والله. يلا اشوفك على خير. ما بدري اعزمك على كوبايه فيتامين سي ولا حاجه. المثل بيقول لك يا بخت من زار وخفف. قصدك يا بخت من زار وبستف. شكرا يا سعاد. سلام يا نور. مع السلامه. الف شكر. ادخل. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. طمنيني ازيك النهارده يا ستي؟ كويسه الحمد لله. يعني يا شاور سايبه جسمي كله وتبوسيني في الجرح كده؟ والله ما كنت اعرف. معلش معلش. شكرا شكرا. اقعدي بقى. خلاص خلاص يا حبيبتي وعشرة عمري. يا رب اللي فيك يجي فيا انا. بعد الشر عليك يا ستي. ولا انا ولا انت. يا روح قلبي. انا بس كنت عايزه اسال، هي الست اللي كانت هنا دي تطلع مين؟ خراب عشرية حتى في المستشفى دي سعاد حماد بنتي. غريبة، الخالق الناطق البت سيدة. سيدة مين؟ سيدة هي دي تتنسي؟ المسجونة دي الوحيدة اللي هربت من تحت ايدك ايام زمان، فاكراها؟ ايه ده يا سيدة؟ ايه ده؟ هيروين تاني يا بت؟ انا معرفش حاجة عن التذكرة دي يا سيادة الظابط. امال ده ايه يعني؟ مثلا نطت في السرير لوحدها؟ يا بت خليكي صريحة معايا، اصل اللف والدوران اللي انت بتعمليه ده مش هياكل معايا انا. معرفش يا سيادة الظابط، انتوا اصلكم متغاظين مني وعايزين تلفقوا لي يا قضية. يا نهار ابوكي اسود، انت كمان قللت الادب. خدوها على الحبس الانفرادي قبل ما نحولها تاني جنايات. تمام يا فندم. يلا قدامي خش. سيدة الخالق الناطق، وانا اقول شفت الشكل ده فين؟ يا رب. ما تقعدي بقى خيالتيني. كريم انا قلقانه ومش مطمنه على ماما، دي بقالها كام يوم ما اتصلتش وكمان قافله التليفون. احسن. نعم. غريبه فعلا، مختفاه فين اليومين دول؟ بتعمل ايه يعني؟ انا مش مطمنه. بقولك ايه؟ ايه؟ طب هاتي التليفون اكلم امي اطمن عليها وبالمره نسال عليها. ايوه صح عندك حق. طب قومي هاتي اللابتوب بقى ونشغل المزيكا الياباني. ماشي حاضر. بس 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 كريم على التليفون مش عارف اسمع. سلمنا عليه. يا سلم لكم عليه، ده في اليابان بيتكلم دولي. كيمو حبيب ماما، قلب ماما حبيبي. عامل ايه يا كيمو؟ وازاي مراتك يا حبيبي والبيبي؟ البيبي كويس؟ ربنا يكمل لها على خير يا حبيبي.
الحمد لله كلنا كويسين. العميدة نور اوعى تجيبي له سيرة حاجة يا ولية. وانا عبيط انا عشان اقول له حاجة؟ لا مش هقول له طبعا. حبيبي ما نعرفش عنها حاجة، ولا بتكلمني ولا بنكلمها. كويسة؟ دي زي القردة، دي صحتها تهد جبال يا حبيبي، دي بتبلبع مقويات كل يوم. ضمك اللي اسمها امك اللي 24 ساعة بتعمل اكسرسايز، صحتي ما تجيش نص صحتها المزغودة اللي هي تعدم صحتها البعيدة. حبيبي ما تشغلش نفسك بصغائر الأمور دي، ركز في حياتك يا حبيبي. هي تلاقيها مشغولة ولا حاجة؟ بس مشغولة. اسأليه على الـ LCD بتاعي كده، شوفي أخباره إيه. إيه LCD وأنا بكلم ابنك يا أناني أنت؟ هاتي خد اسأله أنت. ألو. أيوة حبيب قلبي يا نور عيني، وحشنا. هلا إزيك؟ عامل إيه في اليابان؟ مبسوط؟ بتغني لهم الأغاني الشعبية بتاعتنا ولا لأ؟ خلي بالك هيفهموها هم هناك، وخصوصا ألحاني. ألحاني يعني لازم تحافظ عليها هناك. طيب الحمد لله كويسين. فتنة؟ هي سيدي معانا قاعدة. تخيل تخيل يجيلها عريس وما توافقش عليه. ها؟ أهي خد عقلها. ألو؟ أيوة كريم، إزيك أنت حبيبي؟ وحشتني قوي. اه شفت يا كريم، حد يتجوز عايد الخشط دمه تقيل. وانت كمان شفته؟ اهو كريم مش موافق. مش موافق على ايه؟ احنا سمعنا حاجة. انت خدتي تليفوني يا حبيبتي واتزنقتي هناك، وانت وهو سيو 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 شرفنا. قلت له ايه؟ الو. ايوه يا كريم. اه هو اتجوز بالعافية يعني. متشكرة قوي يا كريم، ربنا يخليك. تيجي بالسلامة. ماشي طيب خلاص اوكي سلام. هو انت ليه بقى ان شاء الله مش موافق على عريس ست فتنة؟ عشان انا مش بلعه، وهو تسيس عارفه من ايام ما كنا في المنطقة. يا سلام، وانت مالك؟ ما تسيبها تتجوز. انا مالي؟ انت اللي مالك. عندك حق، انا مالي. المهم عرفوا حاجة عن ماما ولا لا؟ قالوا انها كويسة، بس انا برضو يا كريم قلبي مش مطمن. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اطلعي من دماغي بقى انت وامك، انا مش عارفة اعيش حياتي. اتفضلي خشي جوه. ربنا يستر. سلامتك 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 يا نور، الف سلامة والله. الله يسلمك يا انتصار، بشكرك يا حبيبتي عشان سألت عليا الفترة اللي فاتت. لا انت عبيطة ولا ايه؟ انت ناس يا نور ان احنا اهل ولا ايه؟ ما تنسيش كده. اه 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 ايه ده؟ دول المدير المستشفى. بس ارقصي 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 خلاص خلاص اقعد بعيد عنك. كنت خارجة. انا كنت خارجة. انا مش خلاص خلاص سارينا، يعني الشرطة مقصرة على حنجرتك. ايه ده؟ جعورة فون؟ الدنيا حقنة. قولي لي، هما ما عرفوش لغاية دلوقتي مين اللي عمل فيكي كده؟ الله اعلم الله اعلم. كان نفسي اعرف قوي عشان ابعت له جواب شكر. بضحك معاكي، فكيها بقى فكيها. بس انتي مش شايفه يا نور ان الموضوع غريب شويه؟ ان في ناس بتحاول تقتلني في نفس الوقت اللي في ناس عايزه تقتلك. اللي عايزين يقتلوكي وعارفين هما من رجاله نبويه التمساح، انما اللي عايز يقتلنا انا مين؟ مش عارفه يعني، الموضوع فيه لغز غريب شويه كده. بس انت عارفه انا بشك في ايه؟ بشك ان اللي عايز يقتلني ويقتلك حد احنا عارفينه، حد قريب مننا بس احنا مش شايفينه. عموما الحادثه دي خلتني اعيد حساباتي في حاجات كتير قوي، وحل الغاز كانت محيراني. يا ترى مين اللي ورا قتل المأمورة؟ ايه ده؟ انا كنت فاكرة ان انت ورا الموضوع ده علشان تنتقمي منها. بصي انا صحيح قرفانة من اللي خلفوها، بس اقسم بالله ما ليا دعوة بالموضوع ده. بصي يا تفيدة، بصراحة انا كنت فاكرة ان الواد زكي اخوكي هو اللي ورا الحوار ده كله. اه زكي؟ هو زكي ده يعرف يقتل فرخة؟ ده اخيب من الخيبة.
الله، امال مين اللي ورا الحوار؟ طيب الله اعلم. ما هو اللي زي الماموره دي هتلاقي اعدائها كتير من اللي بتعمله في خلق الله. بس الحمد لله ان هما ما اتهموش حد فينا، كنا روحنا في ابو نكلة. وطنط عامله ايه دلوقتي يا حبيبتي؟ الحمد لله احسن كتير، هتخرج بكره ولا بعده ان شاء الله. قولي لي، هي عرفت موضوع شرف ولا لسه؟ اسكتي بالنبي يا طنط انتصار، انا قلقانه قوي، مش عارفه ماما لو عرفت ممكن تعمل ايه. هتعمل ايه يعني؟ هيبقى امر واقع وهتستقبله بصدر رحب، وخصوصا ان محمود انقذ حياتها. طب بقول لك ايه، ما تيجي نعمل زي محمود وشرف ما عملوا. يا سلام، ده انتوا تبقوا جدعان بصحيح. اخس عليك يا عمرو، بقى عايز نسيب ماما في الظروف دي لوحدها؟ ده حتى امانه وكريم مسافرين. انا بصراحه بقى عداله بدات اخاف. ايه تخاف دي؟ تخاف من مين؟ من ماما يعني؟ لا طبعا، بس عارفه بحاول اجمع شويه حاجات كده مع بعض، حاسس ان في حد بيراقب العيله دي كلها. انت ناسي اللي حصل يوم فرحنا؟ وشمعنا احنا يعني اللي امهاتنا تعرضوا لمحاولات قتل؟ ولا اللي حصل للست ام كريم دي يعني كانت هتروح في الرجلين؟ تصدق انا لسه قايله الكلام ده نور النهارده في المستشفى. هو مفيش غير نبوية زفت التمساح. وإيه علاقة نبوية تمساح بنور؟ لأ، الموضوع أكبر من كده، هو في سر وأنا لازم أعرفه. بلاش ده. نورتي البيت يا ماما. منور بيكي يا حبيبتي. يا بيتي يا حبيبي كنتش مصدقة إني هاجي. الحمد لله، ألف سلامة عليك. إيه كتفي يا بنتي كتفي، وانا طالع لي وحمه دي رصاصه. رصاصه يا ماما، رصاصه. معلش يا ماما. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. الله يخليك، الف سلامه. في ايه؟ في ايه؟ انتوا مش مصدقين يعني ايه كل الطبطبه على الكتف ده؟ معلش يا ماما، انا اسفه. ماما بصي بقى يا ماما، انا عايزاكي تقعدي في البيت وتستريحي، ما تعمليش اي حاجه، وانا وشرف هنشتغل خدامين تحت رجلي. اقعد ليه ما انا زي الفل اهو. ليه؟ عشان حته رصاصه؟ انا ما يقعدنيش غير دانه مدفع. ولعلمكم انا نازله الشغل من بكره. شغل ايه اللي حضرتك هتنزليه من بكره؟ ازاي يا ماما والدكتور قالك تستريحي في البيت؟ يقول اللي يقوله. الله، ده بيعمل من الحبه قب. انا كل يوم بتضرب بالرصاص، عارفين التشوهات اللي في جسمي دي من الرصاص. لعلمكم انا ما بحبش الراحه، انا لو استريحت اتعب والله. الحقوني. هنشار عليك يا ماما. يا دي على كتفي. يا بنتي يا حبيبتي، يا الحنيه ما بتجيش غير على الكتف ده. انا اسفه. ابعدي من قدامي، واخده الغباوه من جوزك. ريسبشن بيه. هو فين ريسبشن؟ مش باين يعني. ها، حماتك خرجت من المستشفى. شرف وعداله راحوا عشان يجيبوها النهارده. يجيبوها على نقاله يا قادر يا كريم. بقول لك ايه يا عموره، مش ملاحظ يعني ان في حاجه غريبه كده بين ابوك وبين حماتك؟ قصدك ايه يا ماما؟ قصدي ايه، هو انت ما لاحظتش ان وقت الحادثه كانت قاعده عنده في الفندق؟ صحيح. طب انت ما سالتوش كانت عنده بتعمل ايه؟ هما اللي بيروحوا الفنادق بيعملوا ايه ما اعرفش يا حبيبي، بس انا حاولت اجرجره في الكلام، ما ادانيش عقد نافع. اصل هيكون بينهم ايه يعني يا ماما؟ بينهم ايه؟ انا ما اعرفش حبيبي، انا ست شريفه، انا ست محترمه، انا بتاعت شغله، بس هعرف منين؟ انا موضوع انها تروح تفتتح مصنع الميه ده فوتته بدماغي، كبرتي يعني. لكن انا اكتشفت بعد كده ان هما بيتقابلوا. تصدقي عندك حق، بس انا اللي ما كنتش مركز في القصه دي قبل كده. بص يا عمري يا حبيبي، انا عايزاك تركز في الموضوع ده جامد جدا، وتقعد مع ابوك وتدحلبه في الكلام، ما تخليهوش يكروتك. لازم تعرف ايه الحكايه وتيجي تقول لمامتك على طول، فاهم؟ مش عايز اكل خلاص. كتفي رجع يوجعني تاني كده يا شرف. عايزه تسيب امك وهي عيانه. الف سلامه عليك يا ماما. اسيبك ده ايه بس؟ حضرتك بس عارفه ان اللي حصل بيني وبين محمود بقى صعب قوي، وبقى مستحيل نعرف نعيش مع حضرتك هنا. يعني تسيب امك كده وتترمي في حضن سعاد؟ سعاد ايه بس اللي هترمي في حضنها دي يا ماما؟ انا راح اعيش مع جوزي. وجوزك عايش فين؟ في الهوا يعني؟ ما هو عايش مع عمه. يا ماما ده وضع مؤقت بس لحد ما نجهز بيتنا. يا بنتي دي حركات.
ده هيقولوا لك كده وفي الاخر هتلاقي نفسك قاعده مع سعاد، وشوفي بقى سعاد هتعمل فيكي ايه. اللي حضرتك بتقوليه ده بس يا ماما، دي ست مجرمه انا عارفاها. مجرمه ده ايه يا ماما؟ يا ماما انسي السجن اللي انت عايشه فيه ده، قصدي اللي بتشتغلي فيه، وما تنسيش برضو ان دي حماتي. اي اي كتفي، قومي تقوليها في وشي وبتخبطيني في كتفي. اي كتفي ايه يا ماما؟ ده كتفك التاني بيسمع. هو ده بيسمع يا اختي، بيسمع في كل جسمي. طيب والله. طيب يا ماما قولي لي ايه الحل؟ عايزه نخرب بيتي ولا اتطلق؟ لا ما تتطلقيش دلوقتي، لسه بدري. شعرف هقول لك على حاجه، اعملي اللي انت عايزاه بس خليكي فاكره وربنا شاهد عليا ان انا قلت لك بلاش تعيشي عندها، ويا رب كدب ظني يا رب. فاكره الست اللي جات لحضرتك من فتره؟ ست مين اللي كانت عايزه حضرتك في مساله حياه او موت؟ دي فين دي؟ واقفه بره. دخليها بسرعه وما تدخليش حد علينا وانت اولهم. يا صباح الخير يا ست الكل. يا صباح الفل والورد، ازيك؟ انت كنت فين؟ تعالي تعالي، ايه اخبارك؟ الحمد لله كله كويسة؟ تمام الحمد لله. إيه الحمد لله. انا بجد مش عارفه اشكرك ازاي على كل المعلومات اللي انت اديتيها لي المره اللي فاتت. بس يا خساره يا ست الكل، كان نفسي يتقبض عليه. ياه، ده انت باين عليكي شايله منه قوي. وما شلش منه ليه؟ ده خد مني كل حاجه، حالي ومالي واحلى سنين في عمري، وفي الاخر رماني وراح اتجوز عليا. معلش يا حبيبتي، كله يتعوض ان شاء الله. قولي لي، هو فيه جديد؟ اكيد طبعا. خير؟ مش جالي تاني وكان عايز يرد لي عصمته؟ قال ايه؟ عايزني اكتب له البيت اللي فاضل لي من الدنيا باسمه، بس انا طبعا ما رضيتش وقلت له يستحيل ارجع لك بيا بعد ما غدرت بيا. ايوه ايوه، تعالي بقى تعالي اقعدي اقعدي كده، ريحي جدا كده ونتكلم على رواقه. اتفضلي اتفضلي. حاضر. هو رجع من امتى؟ من يومين بس يا ست الكل، وما بيجيليش غير في عز الليل، وقال ايه كمان متنكر. طب وايه بقى الجديد عنده؟ عرفتلك منه عمليه هيقوم بيها هو وحبيبه قلبك نبويه التمساح. وانتي يعني ازاي قالك؟ لا هو طبعا ما قاليش، اصله بعيد عنك وعن السامعين، غبي شويه. جات له مكالمه من راجل، وصوت الراجل ده كان عالي قوي، وانا سمعته وهو بغباوته افتكر ان انا ما سمعتوش. وانتي بذكاوتك ايه بقى العمليه امتى ان شاء الله؟ هقول لك على كل حاجه. قولي قولي يا غاليه، قولي يا ذكيه. الحمد لله على السلامه يا فندم، نورتي السجن. السجن كان ضلمه ضلمه من غيرك. ادينا بنرشد في الكهرباء. وحشتيني يا شهوار، بس انت عارفه السجن كان وحشني جدا، ريحه الزنازين كانت وحشاني. ده السجن بصي 1000 واط كهرباء، نور بوجودك والنبي ما تغيبي عننا تاني زياده الماموره. حاضر حاضر. بقول لك يا شهوار، عبد المولى موجود بتاع الارشيف؟ لا موجود، هيروح فين؟ في مكانه. يا سيادة العميدة، حضرتك بتدوري على ملف واحدة من 20 سنة. 20 ولا 30، هو الملف مات. صح يا عبد المولى، أنا عارفاك بتكافح الفيران بالملفات، أنا محتاجة الملف ده ضروري جدا. طب حضرتك هي اسمها إيه؟ اسمها سيدة. دور في رفوف مخك، شوف هنا ولا هنا. يلا. حاضر. يا رب تلاقيه. طب حضرتك هي اسمها سيدة إيه؟ هو أنت عندك كم سيدة؟ دور في ركن السيدات. في ركن السيدات يبقى حرف. ايوه على مهلك. ايوه يا عبقري. معلش يا فندم، الدنيا زحمه عندي. بس على فكره يا فندم السيدات هنا عندي كتير، واضح ان انا مش هلاقي الملف ده هنا طبعا. ليه بقى؟ ما انا اقول لسيادتك لان كل 5 سنين الملفات بتروح على الوزاره، فمعلش يعني حضرتك لو محتاجه الملف ده ضروري قوي لازم توصلي مشوار لارشيف الوزاره، بس لازم تكوني فاكره اسم الست دي بالكامل. ما هو ليه بقى؟ اقول لسيادتك، انا هقول لك عشان الموضوع يبقى سهل يعني على الموظف اللي زي حالاتي لما يجي يدور في الملفات دي. سهل في التدوير، وانا اللي كنت فاكره راسك كمبيوتر طلعت مهنك. خزلتني يا عبد المولى، خزلتني. مش ممكن يا فندم تفتكري اسمها بالكامل؟ يا عبد المحسن الكلام ده من 25 سنه، ده انت فاضل تقول لي هاتي لي الايميل بتاعها. جرى ايه يا عبد المحسن؟ انا لو اعرف انها تهرب كنت حفظت الفاميلي نيم بتاعها. ايه ده مش طريقه يا فندم. انا اسف،
بس انا عاوز اوصل لحضرتك معلومه ان المسجونات اللي هربوا في الوقت ده كتير جدا. لا ده كان زمان، دلوقتي عملنا باب حديد على السجن. انت بتقطمني يا عبد المحسن؟ دي الوحيده اللي هربت وما عرفتش اجيبها، وكنت صغيره، كنت رائد. ربنا يعلي مراتبك يا فندم، وعلشان كده انا هعمل محاوله وباذن الله هتكون ناجحه، وهي ان انا هحاول اجيب كل ملفات المسجونات اللي اسمهم سيده وكانوا في سجن القناطر في الوقت ده. كده تعجبني. اعمل لي بقى كوبايه عدس بالجنزبيل وانا قاعده مستنيه. ايه العدس بالجنزبيل كده كده جاي، بس للاسف الشديد ان الموضوع هياخد وقت كبير. هياخد وقت قد ايه؟ ساعه ساعتين؟ ادين قاعده، العدس بياخد وقت يا فندم. الموضوع مش هياخد اقل من اسبوع. اسبوع ليه؟ بتدور على سيده اعمال؟ دي مسجونه، مسجونه يا عبد المحسن. اقفلي الباب ورانا يا سوزي. ايه حكايتك يا عمرو بالظبط؟ هو تحقيق ولا ايه يا بابا؟ على عموره حبيبك برضو. يعني انت مش شايف ان علاقتك بحماتي بقت اوفر شويه؟ ده انا بعمل ده عشان مصلحتك. لا احب اقول لك بقى، ريح نفسك عشان لو بتعمل اي حاجه عشان هي ترضى عليا فمالوش اي نتيجه. ليه ان شاء الله؟ عشان حماتي هي ما اتغيرتش حتى بعد الحادثه. يوه ده حتى بعد الحادثه عادت وبقوه، خصوصا بقى ان هي مش طايقه روحها اليومين دول بعد ما محمود وشرف قرروا يسيبوا البيت ويروحوا يعيشوا ببيت امه. لا ضربه جامده قوي عليها. ها وشرف راحت ولا لسه؟ ماما. شرف جت. اهلا. انا عارفه ان حضرتك مش طايقاني، بس انا ماليش اي ذنب في اللي حصل، ولا حتى كنت اعرف اي حاجه. بص يا شرف، ابو محمود الله يرحمه مات وسابني وانا صغيره، كنت في عز شبابي، وكنا لسه يعني على قد حالنا، يا دوب عندنا شركه حراسات صغيره كده، وكان معانا شريك مطلع عينينا، بس ما همنيش، اشتغلت ليل نهار، نسيت نفسي، نسيت اني ست، نسيت الدنيا بحالها، وحفرت في الصخر عشان ابني مستقبل، مش ليا، لا عشان ابني الوحيد اللي ماليش غيره في الدنيا. عشان كده ما عنديش اي استعداد النهارده ان اي حد يجي يأذيه مهما كان هو مين. فهماني يا حبيبتي؟ يا دوب عندنا شركه حراسات صغيره كده، وكان معانا شريك مطلع عينينا، بس ما همنيش، اشتغلت ليل نهار، نسيت نفسي، نسيت اني ست، نسيت الدنيا بحالها، وحفرت في الصخر عشان ابني مستقبل، مش ليا، لا عشان ابني الوحيد اللي ماليش غيره في الدنيا. عشان كده ما عنديش اي استعداد النهارده ان اي حد يجي يأذيه مهما كان هو مين. فاهماني يا حبيبتي؟ فاهمه حضرتك ومقدره كل اللي بتقوليه. عامه انا اتفقت مع شرف ان خلاص يعني من هنا ورايح لعميد نور ملهاش اي علاقه بينا، ولو شرف حبت تروح تزورها مفيش مانع طالما مش هتجيبيها سيرتنا، ولو العميد نور يعني حبت ان هي تيجي تزورها هنا. لا اللي عملت كده في ابني بيتي يحرم عليها اليوم الدين. محمود هيرجع لك يا ماما. حاضر يا ماما. حاضر. تفضلي يا ماما الشاي. تسلم ايدك، عامله بنفسك. وكابتن احاسيس قاعد زي قلته بقى كده يا ماما؟ يحصل كل ده ما تعرفينيش؟ يعني لو كنت عرفت كنت هتعملي ايه؟ هتيجي وتفضحي نفسك؟ انا ياما اتضرب عليا رصاص، ده انا من كتر ما اتضرب عليا نار بقيت عامله زي المسدس التسع ملي حلوان. تصوري يا حماتي، كل شويه امانه عماله تقول لي انا حاسه ان ماما فيها حاجه، حاسه ان ماما فيها حاجه، حتى بعد ما كلمتيها عماله تقول لي حاسه ان ماما فيها حاجه. هو في ايه بالظبط؟ شفت مش قلت لك انا كان قلبي حاسس يا حبيبتي؟ اصل انا وبناتي في بينا اتصال عاطفي. ربنا يخليكي ليا يا ماما وما يحرمنيش منك ابدا يا رب. ربنا يخليني ليكم وتحرقوا دمي. يا رب يعدي اليومين دول على خير وينزل الواد بقى. هو ايه لزق في جدار المعده؟ هانت يا ماما. الا بالحق، اخبار عداله وشرف ايه؟ شرف كويسه. انا الحمد لله كويسه. انت طمني عليك.
طب قولي مش هتيجي تتغدى معايا النهارده؟ طيب اوكي باي. ايه ده، هو انت ما روحتيش الشغل النهارده ولا ايه؟ لا ما روحتش. ايه متضايقه من قعدتي في البيت؟ وانا هتضايق ليه؟ بالعكس. وانت بقى مش ناويه تروحي شغلك؟ هتفضلي مبلطالنا كده في الخط. كنت بتكلمي مين؟ كنت بكلم محمود. كل شويه بكلم محمود بكلم محمود. هتعطليه عن شغله؟ مش كفايه الفتره اللي تعطلها بسبب عمايل ست والدتك؟ انا اسفه يا طنط، ما كنتش اقصد ان اعطله، انا بس كنت بطمن عليه. بطمن عليه والله؟ وما كنتيش بتيجي ليه الحجز تطمني عليه وهو مرمي وفضلتي قاعده جنب امك؟ أعزائي جمهور دار الحقيقة، زي ما وعدناكم سبق سبق إعلامي فظيع، زي ما عودناكم إحنا أول ناس نصور ده كمين الشرطة عملته. من مصادرنا الخاصة جينا بقى لينا إن رجالة نبوية تمساح هيقوموا بعملية سطو مسلح على أحد مكاتب الصرافة في الشيخ زايد، وإحنا دلوقتي مع الشرطة علشان نشوف الحدث معاكم. دار الحقيقة بس هي اللي عندها الصفق ده. يا مدام انتصار مش كده، عايزين نسمع الاشاره. حضرتك وانا مضايقك في ايه؟ هو انا يعني كنت قاعده واخده مكانك؟ مش كده يا استاذ، بس من فضلك هناخد بس مقدمه البرنامج ونكت على طول. يلا انتوا مفيش فايده، هنقعد نقول بس الشرطه والشعب والشرطه، بعدين ترجعوا تضايقوا الشعب تاني، وبعدين يلا يلا يلا. يا مدام بس حضرتك بقى هتضايقني. يلا يا ابني ابدا الاشاره. اعزائي المشاهدين. يا مدام بعدين محمود. انا بصراحه تعبت. ليه يا حبيبتي؟ طنط سعاد مش طايقاني، مش قادره تنسى اللي ماما عملته، وكل شويه تقطم فيا في الكلام. معلش يا حبيبتي، يعني قدري ظروفها وحطي نفسك مكانها. انا مقدره كويس قوي يا محمود، بس كل انسان بقى له قدره احتمال. انا مش عايزه اقولك ان هي بطلت تروح الشغل عشان تفضل طول الليل والنهار تبهدل فيا. ما بطلت تروح الشغل، دي عمرها ما عملتها. تخيل بقى، عشان تعرف بس الموضوع معاها وصل لفين، وانا اللي كنت قاعده في البيت عشان اقعد معاك. لا لا لا، انا من بكره هروح الشغل. بص يا شرف، الموضوع عايز شويه صبر، وانت المعامله بتاعتك كويسه معاها هتنسيها كل ده بالتدريج، وبكره تشوفي ضمي وانا عارفها. والله ما في اطيب منها. بس انا في سؤال محيرني. هو انت حلوه كده ولا بتستهبلي؟ بتستهبلي؟ خليكم هنا، اوعى حد فيكم يتحرك. واحنا جايين عشان نقعد، ما عندوش حس فني. شعري حلو؟ حلو حلو جدا. يلا الميك اب. الميك اب ايه؟ جميل جميل. يلا ها؟ يلا يلا يلا. الشعر مظبوط مظبوط. يلا يلا تمام. يلا نركز. واخيرا انتصرت الشرطة وتم القبض على 4 رجال من عصابة نبوية تمساح. أنا جهزت لحضرتك 3 ملفات لـ3 مسجونات، والتلاتة اسمهم سيدة وكانوا في سجن القناطر في الوقت ده. عفارم عليك يا عبد المحسن. ربنا يعلم مراتب حضرتك. هات هات وريني. دي ملفاته. سيدة اسماعيل التوني. ايوه. سيدة محمد القوسي. ايوه. سيدة جابر البرعي. البرعي البرعي، كنت ناسيها ازاي؟ البرعي بنت الهرمة. ايه ده؟ بس دي مش الصورة بتاعتها. ازاي؟ ايه ده؟ الصورة دي متغيرة ولا ايه؟ بص كده يا عبد المحسن، الختم فين؟ بص الختم اللي تحت متغير ازاي؟ لا 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 لا، الصورة دي متغيرة. بالفعل يا فندم، فعلا هي متغيرة،
ما شاء الله على حضرتك. ده انت عقر. ايه؟ لا 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 لا، انا قصدي اقول ان حضرتك قوية الملاحظة جدا. صورة متغيرة. لا ده الموضوع كبير قوي. ما بقاش عقر زي ما عبد المحسن قال ان ما جبت قراره. عبد المحسن يعني ايه عقر؟ طبعا ما عرفتش توصل مع ابوك في حاجة، اكيد كروتك في الكلام كالعادة. هو بيقول ان هو بيحيلها عشان خاطري. لا والله اسم الله، عبت احنا هبل احنا عشان نصدق الكلام ده. ما انا بقى قلت له ان محاولاته دي كلها فاشله وان هي لسه زي ما هي معانا. بص بقول لك ايه يا عمرو، من الاخر كده زي ما قلت لك، ابوك عينه من حماتك. عينه من حماتي ازاي يعني يا ماما؟ يعني هيسيب الستات اللي في الفنادق قدامه باشكالهم دول امارات يا ماما امارات، هيسيبهم يبص لحماتي؟ ايوه يا ابني، هو ذوقه كده متدني، هو بيحب كده الحاجات اللي بالشكل ده. انا مش عايزه اكرهك في ابوك، زمان كان عنده عربية خنفسة وكان بيلف بيها بقى في الحواري والشوارع ولا الشغل. أنا مش عايزة أكرهك في أبوك حبيبي، أبوك بيحب الست الجامدة القوية اللي تديله على دماغه. بس سوري يعني يا ماما، هو لو بيحب الست اللي بتديله على دماغه زي ما بتقولي، طب ليه ساب حضرتك يعني؟ لا ما أنا كنت رقيقة زمان. أنا ما توحشتش إلا بعد ما سبته، ثم إن هو بيغير من نجاحي. يا ماما يا جامد قوي، ليكي حق. ما انت ما شاء الله بقى نمسك الخشب اليومين دول نجمك عالي قوي في السما، بالذات بقى بعد الخبطات اللي عملتيها بتاعت نبويه التمساح دي. الله اكبر يا حبيبي، الحمد لله رزق جاي لنا كلنا يعني الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله. بقول لك يا ماما، انا بصراحه خايف عليكي قوي من الست دي. لا ربنا يستر، ربنا مش ممكن يوكسني في جوزي ويوكسني كمان في حياتي العمليه، اكيد هينصرني في حاجه. السلام عليكم. لو سمحت من فضلك كنت نعم في لو سمحت كنت عايزه نعم انا العميد نور عز الدين. تمام يا فندم اموري. ايه ده تعملوا ايه وسايبين شغلكم؟ مفيش حاجه يا فندم. اقعد يا استاذ، اقعد يا استاذ، كمل كمل نوم أموري. انا كنت عايزه اعداد معينه لجريده الاهرام عن سلسله اخبار اتنشرت عن مجرمه اسمها سيده جابر البرعي. اكتب الاسم عشان تحت عمرك يا فندم. سيده جابر 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 ايوه البرعي البرعي. ايوه اتفضل. ده كان امتى حضرتك ساعتها؟ شوف كان سنه 1988 لا مش 88 1989 بالظبط. 1989 بس أيوة. ده كان من زمان قوي يا فندم. يعني ايه من زمان؟ انا جايه الارشيف ولا جايه معرض الكتاب؟ لا انا عايزه الاعداد دي ضروري. حضرتك ممكن تقولي لي كان شهر ايه سنه 1989؟ دور كده في الشهور السته الاولانيين او الشهور الاخرانيين او اسهل عليك في السنه كلها، دور في السنه كلها. لا ده كده الموضوع صعب جدا يا فندم، ده هياخد وقت طويل جدا مني. جرى ايه يا جدعان؟ انا بدور على عيله تايهه؟ ليه محسسني ان انا بفتح المندل؟ اجيب لك حته من قطرها؟ يلا دور. مدام شهير الحديدي برا، خليها تتفضل. مدام شهير اتفضل. مساء الخير. اهلا اهلا، ازيك يا شهيرة؟ عش من شافك، اهلا بيكي. انت فين يا انتصار؟ مشغولة، هو زي ما انتي شايفة مشغولة قوي والله. وانتي بتطردي نبوية التمساح مش كده؟ اهو اديكي متابعة. متابعة ايه اللي متابعة؟ دي مصر كلها متابعة، ولو اني يعني خايفة عليكي قوي من الست دي. للأسف كل الناس اللي حواليا بيقولولي كده. بس انا بقول يعني بما اني ما بعملش حاجة غلط يبقى اكيد ربنا هيقف معايا ويساعدني ان شاء الله. ها قوليلي اخبار النادي ايه؟ ها؟ انهي نادي فيهم؟ هو في كام نادي؟ نادي التايجر. هو انت بقيتي فاضيه له خالص يا انتصار؟ ده انت حتى اجتماعات مجلس الاداره ما بقيتيش بتحضريها. اعمل ايه بس؟ ما تيكي شايفه انا مشغوله قد ايه؟ وبعدين بصراحه انا كل ما اجي ندوه بتحصل مصيبه. بقول لك ايه يا انتصار؟ انا في موضوع كده كنت عايزه اتكلم معاكي فيه بس مكسوفه منك شويه. خير؟ يعني المجلس والاعضاء كلهم بيتكلموا في انك ما بقيتيش فاضيه للنادي خالص. ها وبعدين يعني ايه المطلوب؟ وبعدين ايه عايزين يشيلوني من رئاسة النادي مثلا؟ بصراحة مش هكذب عليك يا انتصار.
وطبعا مرشحينك انت لرئاسه النادي. انا لا، انا برضو مش فاضيه زيك يا انتصار. انا كنت بقترح يعني ان احنا نمسك مجلس الاداره لسعاد هانم دياب، وهي برضو وجهه مشرفه للنادي. ايه سعاد دياب وهي وافقت؟ انا فتحتها في الموضوع ولقيت انها ما عندهاش مانع لو انت يعني مش هتتضايقي. بقى كده يا سعاد دي اخرتها؟ بقى انا ازرعك تقلعيني؟ اما انت بقى فعايزه تنتقمي مني عشان ابني رفض بنتك. ماشي يا شهيره. نورتي نورتي حبيبتي. خلاص فهمتوا هتعملوا ايه اول ما العريس يوصل. هو ده هو ده. حلو قوي. ايوه ثانيه واحده اللي على الباب. اهلا. السلام عليكم. اهلا المعلم. خشت. اهلا عايد يا ابني. خشوا عافينا. اسخن. يا اهلا وسهلا. خش يا ابني بيتكم. اهلا وسهلا. اتفضل يا حاج. والله ملوه لازمه. والله تعب ملوه لازمه. على القهوه لمؤاخذه ثانيه واحده بس ابلغ الجماعه. فتنة يا لوزه. فتنة لوزه. يعني كل ده ما انتوا السامعين؟ ايه الله يصير. خشت بره وابنه عايد. ايه العريس برضو يا جوز خالتي؟ برضو رحت جبتهم. مش عايزه اتجوز. مش عايزه اتجوز. جوه يا فتنه. هتفضحينا بره. الناس بره. معلش يا حبيبتي اطلعي اقعدي. بصي له في عينيه. اتفرجي على قميصه. بصي على عضادات صدره كده وهو فاردها. شمي برفانه. يمكن الهوا يجي سوا. ولا هوا ولا سوا. مش عايزه اتجوز. هو الجواز بالعافيه يا ناس. انا زعلانه قوي عشان يعرفوا ان مفيش في البيت راجل. عضوا في الارض. معلش معلش يا اخويا. جري يا بت. في ايه؟ عيب. الناس في بيتنا. قومي اقعدي جنبه. بصي له بصه حلوه كده. وبعدين بيرفضيه. هم هياكلوكي ولا ياكلوكي؟ وقبل ما تطلعي بيضربي قلم روج وحزقي الجلابيه على وسطك كده شويه وتفردي خلقتك. كده يا شرف امك تهون عليكي؟ ده انت يا بنت ما كنتيش بتغيبي عني يوم واحد. طب انا هونت عليكي اخواتك كده؟ وحشتيني قوي يا ست الكل. واخواتي كمان وحشوني. البيت كله وحشني. باين كل يوم بتجينا وبتسالي عليا حتى بالتليفون. معلش ما انا برضو ما كنتش عايزه ابين ان انا رايحه اقعد مع محمود وانا متضرره. وعشان خاطر محمود تبيع امك؟ اشربي اشربي يا نور عيني اشربي. عامله معاكي ايه يا ربي؟ مش عايزه اجيب سيرتها ولا اسمها. عامله ايه معاكي سعاد؟ الحمد لله كويسه. كويسه؟ عمرك ما عرفتي تكدبي. قولي لي يا شرف قولي واطمني اخليكي ترجعي لمحمود. انا تعبانه قوي يا ماما. تعبانه يا حبيبتي؟ سلامتك من التعب. والله ما انت راجعه له تاني. هجوزك سيد سيده. قولي لامك مالك. افتحي لي قلبك يا بنتي. عملت فيكي ايه؟ مش قادره تنسى. مش قادره تنسى اللي حضرتك عملتي فيها. عنها ما نسيت. قلت لك قلبها اسود فحمه. الله انت اللي مسره. يعني كنت عايزه نعمل ايه؟ اهد البيت بايدي؟ طيب بعد الشر عليك وهد بيتك يا بنتي. بس انا خدت عهد على نفسي مش هتحشر غير لما تأمريني. عشان انا لو اتحشرت هولع فيها وفي ابنها وفي بيتها واللي يتشدد لها كمان. لو النبي لا عشان خاطري ابوس ايدك يا ماما. كفايه قوي اللي حصل بينك وبينها. معلش يا حبيبتي. معلش. يا اهلا يا اهلا يا ريس عايد. اهلا بيكي. الشارع يا اخويا نور. ربنا يخليك. والسلام نورت والمناور نورت والشقه نورت. الله ينور عليك يا ست الكل.
احنا قلنا يعني كده مش هلاقي احسن من بيت الرئيس مسعد نهوان في شارع محمد علي كله عشان نناسبه. ربنا يبارك فيك يا ريس. خش ده بس من اصلك. هي العروسه مكسوفه ولا ايه؟ مكسوفه ليه ان شاء الله؟ ما انا زي الفل وقاعده اهو. ولا انت عايزني يعني اتحزم لك وارقص لك ولا اتحزم لك وارقص لك؟ يا ريت يا ريت يا ريت. مش وقته مش وقته. خلاص يا بت بدل ما اكسر لك سنانك كلمي كويس مع الناس. معلش ما انت عارف فوتنا بنت نكته وتحب تهزر كده وتكشر وبعدين تضحك. ما هو باين عليها سيماهم على وجوههم. نقرا الفاتحه بقى. نقرا الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتحت ايه؟ انا مش عايزه اتجوز، مش عايزه اتجوز. بت يا بت يا بت تعالي هنا يا بت. ده احنا بنقرا فتحتك مش فتحه الجيران. بسم الله الحفيظ. هو لا مؤاخذه يعني كان في حد من اهلها عنده لطف ولا حاجه؟ لطف؟ لطف الله عليك يا حبيبي. ما البت زي الفل اللي هي قدامك وعقله. دي عقل مني وايه من جدودها؟ ده ما احنا اهلها شايفنا مخابيل قدامك. ما احنا زي الفل اهو. جرايه معلم ما تقف مع وجهه تتكلم عدل. ايه الكلام اللي ملوش لازمه ده؟ دي كل الحكايه ان هي بنت بنوت واول مره يجي لها عريس وحمره الخجل اتكسفت يا عاي. ايوه يابا باين عليها انكسفت. انا مش عارف يابا ليه كل ما اشوف عروسه تنكسف وتهرب. طب اتلهي واسكت. طب احنا نستأذن بقى دلوقتي ونبقى نفوت عليكم في مره تانيه. انست ونورت يا ريس. خشت والله. طيب سلام عليكم. والله ما هيحصل ده بيتك. يلا يا ابني. مع السلامة يا عايد. هستناك المرة الجاية يا عايد تيجي تتغدى معانا بقى. وهات فرختين مشويين معاك يا حبيبي. سلمني على ماما. ماشي يا مقصوفة الرقبة يا بتاعت كريم. كده برضو يا فتنة؟ كده برضو يا بيت؟ خليتي الناس بره يقولوا عليكي مجنونه؟ يقولوا اللي يقولوه يا خالتي. انا ما بيهمنيش حد ومش طايقاه اصلا. شيلي من دماغك يا فتنه، شيلي من دماغك كريم. انت وليا وانا هنصحك لله في لله. كريم ده مش ابني. انا بقول لك طلعيه من دماغك. كريم لما فكر يتجوز يا فتنه بص لفوق قوي وراح حته تانيه، مع انك كنت قدامه ليل نهار ومع كده ما فكرش فيكي. ومراته خلاص حامل. ها مستنيه يجيلك برضو؟ فكري في مصلحتك وخليكي واعيه. والدنيا ما بتقفش على حد يا فتنة. مش قادره يا خالتي. كريم مش اي حد. انا وعيت على الدنيا ما لقيتش قدامي غير كريم. كريم مش اي واحد. كريم ده حياتي وعمري كله. خليكي نصحه، خليكي نصحة وواعية. الراجل قبل ما يعمل وشه كده ترزعي انت الباب في وشه. وما اكتر من رجالة يا حبيبتي مليين البلد. اللي يضايقك اقلبيه واعرفي واحد تاني يريحك. مفيش حاجة شايلة الست غير رجلها. لا راجل بينفع ولا عيل بيسند. السلام عليكم. لو سمحت لو سمحت هنا. لو سمحت من فضلك من فضلك. انا العميد نور عز الدين. فات كل الدنيا نورت. اتفضلي يا فندم. فيش هيبه للبدله اللي انا لابساها. ازاي يا فندم بس انت نورتي الدنيا. اتفضلي يا حاج. عندي ليكي اخبار هايله بجد. اتشقلبت واتنططت وجبت لحضرتك كل الاعداد اللي بتتكلم عن المجرمه اللي اسمها سيده جابر البراج. عفارم عليك. ده انت دورت على ابره في قش. وريني ايه ده؟ الزمالك بطل الدوري؟ ايه ده كدب من اولها ولا ايه؟ سنه 1989 بقى براحتهم. ساعتها. لا لا مش هنا حضرتك. هنا بصي هنا الصفحه دي. ايه دي؟ مش عارفه الصوره دي ورا الحديد مش باينه. في صورة تانية؟ عندي ليكي خبر تاني. اتفضلي يا فندم. اهو هي دي الصورة. كنت متأكدة انها غيرت الصورة في الملف. هي مين دي؟ لا معلش
حاجة تانية كده تبعي. وبعدين بقى يا ست الكل، احنا نفضل سايبين الست اللي اسمها انتصار دي تبرطع وتلطش فينا يمين وشمال زي ما هي عايزة؟ صبر. طيب انا هخليها عبرة عشان تبقى تعرف تتحداني. انا بس اللي هيجنني هي بتعرف اخبارنا منين. احنا في وسطنا خاين. خاين؟ خاين ايه بس يا ست الكل؟ كل رجالتك مخلصين ليك والحمد لله. تكلم عن نفسك يا سبروت، انا متأكد ان في حد بيوصل اخبارنا ومصيري هعرفه وساعتها مش هرحمه. طب يا ست الكل تأمرين احنا بأي حاجة؟ تكل انت وانا هكلمك قريب. سلام. يلا. ايوه عايز ايه؟ مين؟ بنت انا بتولد؟ بتولد فين؟ دي لسه في السابع يا ابني، ها؟ اكيد رخم، هيطلع رخم زيك، طب اروح فين؟ اروح فين؟ طب انا هتصرف، بقول لك اديها دراع كل ما تصرخ ولا يجي لها الطلق، اديها دراعك تقضي فيه، امال هنعمل ايه؟ على ما اشوف دكتور ولا حاجة، ها؟ طيب هلاقي دكتور فين؟ ده انا لو لقيت كهرباء يبقى كويس. طب اعمل ايه؟ ايوه الدكتور عاصم، دكتور عاصم. دكتور حسن يا رب الاقيه يا رب يرد. مقفول مقفول. طب اروح فين انا؟ امشي انا؟ طب امشي بايه؟ ايه ده؟ شوفي لما دكاتره امراض النساء في الفجر تقفل، لما كمادات تعمل كم، لما الست تجيلها الطلق تعمل كمادات على بطنها. معلش معلش استحملي يا حبيبتي، استحملي بس يا كريم بموت. بعد الشر عليك، بعد الشر. كل ده بسبب امك، هي السبب، حسبي الله ونعم الوكيل فيها. بس بسرعه يا كريم. طيب. كلمني ماما. طيب. وديني المستشفى. حاضر حاضر حاضر. اهدي بس، اهدي بس، اهدي 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 بس. خلاص خلاص، انا لو امك اتاخرت انا هوديك المستشفى واللي يحصل يحصل. بقول لحضرتك ايه، انا قبل ما هولدها هشوف الاول قسيمه الجواز. بصراحه انا مش مطمن للموضوع ده خالص. ليه يا دكتور؟ وانا واخداك تطلع لها رصاصه؟ ده انت هتولد بنتي. انت ليه محسسني انك امين شرطه؟ انت عارف انت بتكلم مين؟ انا العميد نور عز الدين، ماموره سجن النساء. مش معقوله هشارك في جريمه. طب ممكن بقى بعد اذن حضرتك اشوف الكارنيه بتاعك؟ اهبط بقى يا دكتور. قسيمه ايه وكارنيه ايه؟ هو انت بتطلع لي رخصه؟ بقول لك ايه، ما تشخطيش فيا، سيبيني اشوف انا هولدها ازاي. انا من النوع اللي بينسى. متعرفش تولد؟ خدي يا بنتي راجعي لي مراحل الولاده. كمان كمان احلق شنبي اذا ما كانش ساقط في ماده الولاده. تصرخ بعد الطلق؟ في حد بيصرخ؟ يا هي هتصرخ، يا البيبي هيصرخ، يا انا اللي هصرخ. حاجه ما تصورش. بتسمع ايه؟ ربنا يستر. سيبيني بقى اركز، ما تجننينيش. انا اللي هتجنن، هنحكي شعري عليك. يا رب يا رب، كله بسببك يا مطرب المصانع. انت خلاص يا رب.
الواد ما نزلش ليه؟ ما نزلش ليه؟ طلع رخم زي ابوه، عارف لو بنتي حصل لها حاجة هجيب لحنجرتك قرار إزالة. يا رب يا رب، ده أنا غلبانة يا رب، أنا غلبانة يا رب. غلبانة؟ بالذمة ما أنتِ غلبانة؟ أمال المفترية تبقى إيه؟ ما هو كله بسبب الحبسة السودة دي، كان زمانها دلوقتي بتورد في مستشفى نظيفة. لا ده بسبب عملتك السودة، كان زمان إخواتها حواليه، أنا جايبة لها أحسن دكتور في مصر. الرخم نزل، الرخم نزل، بقيت عارف، بقيت عارف، الحمد لله. مبروك مبروك مبروك. بنتي ولدت؟ لسه ما اعرفش، قول يا رب، الله اعلم. يا ريت يا ريت. امال مين اللي بيقول واه؟ ما اعرفش. بنتي جرالها ايه؟ عمل فيها ايه مدرس الكيمياء ده؟ بنتك زي الفل وجابت ولد زي القمر. ادخلي لها. بجد؟ الحمد لله الحمد لله. ايه ده؟ مش حضرتك المطرب كريم ناصف؟ إيه لا لا، شبه شبه شبهه ازاي؟ ده حضرتك شبهه الخالق الناطق. يخلق شبه 40. الف مبروك يا كريم. صوته رفيع سبرانو. بوس بوس. وكمان اسمك كريم؟ خلاص فضحتينا فضحتينا. اذله يا كريم، اذله، ما تغنيش. خلاص اذل اذل. الله اكبر، قول الله اكبر يا كريم. يا كريم خلي بالك، الله اكبر يا كريم. خلاص خلاص. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. انت مالك بقيت شبه حماتي كده؟ اسكتي يا ماما، ده انا كنت هموت. بعد الشر عليك يا حبيبتي، الحمد لله ان انت قلت لنا بالسلامه وجبت لنا القمر ده. وبعد كل التاخير ده، سامي سامي، بسم الله الرحمن الرحيم. كل التاخير ده انا قلت هتجيب واد ايه قد درفه الدولاب، جايبه لي عيل قد الكومودينو. بس ايه يا ماما الدكتور اللي انت جايباه ده؟ ده دكتور مجنون خالص وغريب، ده بيشك في كل حاجه. عندك حق، ده واخد الطب منازل. لولا خضيتي عليكي وانا جايباه كنت هعلقه في المرايه بتاعت العربيه. ليه؟ مش كان ده اكبر دكتور في مصر؟ ده شكله مخوله الاساس. هيا يا كريم، هنسميه ايه؟ ايه رايك نسميه عبد الجبار على اسم بابا الله يرحمه؟ نعم نعم نعم. ايه عبد الجبار ده؟ ايه اسمه؟ مخبر؟ مخبر ايه يا ماما؟ ده بابا الله يرحمه كان مهندس زراعي قد الدنيا. الله يرحمه ويغفر له. بقول لكم ايه، انا قررت اسميه مسعد. صلاه النبي احسن، مسعد نهواند. والواد يكبر ولوزه تضمه للفرقه وتسميه بندق وتخليه يلف التنوره. خلاص يا ماما، احنا هنسميه مروان. حلو مروان ده، مروان كريم ناصف، اسمه كله مزيكا. تمام يا فندم، حضرتك عاوز من عندنا 4 افراد امن لتامين الشركه، شفت كل 8 ساعات، يعني كده يبقى 12 فرد امن مظبوط، وعربيه من الشركه هتفوت عليهم كل 6 ساعات، يبقى التوتال $3,000 في الشهر. That's fine، كويس جدا. بس سعاد هانم، انا اهم حاجه عندي في افراد الامن حسن المظهر، اللباقه، اللياقه، ويعني يكونوا اقوياء. لا من الناحيه دي حضرتك اطمن خالص، ده انا بدربهم بنفسي. شكرا يا سعاد هانم، وبجد مبسوط ان شفت حضرتك. شرفتني يا فندم. شكرا، مع الف سلامه. نورت يا فندم. شكرا. نعم خير. مدام انت ساره عبد الحق بره. يا نهار ابيض، خليها تتفضل، سايباها بره. اتفضلي يا هنا. انت سايباني بره؟ ده انا انتصار عبد الحق. اهلا يا روحي. انا صاحبه بيت. طب تعالي، تعالي هنا، تعالي هنا. اه ازيك يا حبيبتي؟ ازيك انت، وحشاني. اه انت كمان. ايه بقى، ما حدش شافك يعني من ساعه ما ابنك رجع؟ لا حس ولا خبر ولا اكنك تعرفيني. اخص عليكي، هو انا استغنى عنك؟ انا اقدر، بس وحياتك عندي يا دوب بفوق من اللي حصل لمحمود. ياه، كل المده دي عشان بتفوقي؟ لا ده انت عندك ديليت في التفويق. شهيرة قالت لي إنك بتروح نادي كتير وعندك نشاط كتير. آه، هي قالت لك على موضوع رياضة النادي؟ بقول لك إيه يا نونو، وحياتك عندي، الموضوع ده لو حضايقك أعتذر عنه دلوقتي حالا. ده أنا انتصار عبد الحق يا ماما، ده يضايقني؟ هو أنا ناقصة شهرة؟ هو أنا ناقصة حب الناس؟ هو أنا ناقصة نجومية؟ لا يا ماما أنت غلطانة، ده أنا لولا إن أنا كمان مشغولة كانوا ادوني رئاسة الوزراء فوق يا ماما. ها ها ها. يا سيدي يا سيدي، مالك في إيه؟ معرفش والله يا عمرو، ماما من امبارح مختفيه بطريقه غريبه قوي. مختفيه ازاي يعني؟ راحت الشغل من بدري قوي، وبكلمها على التليفون قالت لي ان هي معرفش، احتمال تبات عشان عندهم حاله طوارئ ولا ايه، حاجات مش فاهمه. حاله طوارئ؟
ما جايز يكون عندهم مشاكل يا حبيبتي في السجن. ايوه بس ايا كان في مشاكل دي عمرها ما عملتها. طب انت ليه متوتره كده؟ ايه دي؟ ان شاء الله خير. هتلاقي يعني في مثلا تفتيش في السجن او حاجه؟ مش عارفه بس موضوع حاله الطوارئ ده مش داخل دماغي خالص. طب وموضوع الفرخه ده داخل دماغي جدا. عايز اكل بقى عدالة. سيبها على الله. يا بنت سناء انت مش ليكي في السحر والشعوذه؟ ما تعملي لنا حاجه تخرجنا من المخروبه اللي احنا فيها دي. ايه يا ست سامحه انت بتصدقي في الكلام ده؟ دي شويه حبشتكلات كده بناكل بيها عيش يعني عشان نضحك على الناس المخابين. والله امال ايه سناء كرامات وحركات يا اختي قولي وكاسات. البت اللي جنبك دي ما بتفهمش حاجه ابدا، دي اجبن من الجبن نفسه. يعني ايه؟ هنفضل ورا الحديد؟ لا لا صيح عليك النبي ما تقوميش تفيد علينا تاني، الحسن دي بتتلكك فجأة هتلاقي الموضوع شعشع في نفوخها وطلعت لنا مصيبة تانية واحنا مش ناقصين. ومين قالك ان الموضوع مش مشعشع في دماغي؟ بس انا مش لاقية الخطة اللي هي اللي كنت بيها وما رجعش هنا تاني ابدا. اهلا اهلا باعلاميتنا العظيمة. اهلا بحضرتك، ده شرف كبير ليا ان انا اكون بتكلم مع حضرتك. السيد وزير الداخلية كلفني أبلغك شخصيا بشكره وامتنانه على مساعدتك لنا طول الفترة اللي فاتت في موضوع نبوية تمساح. لا ده أنا اللي أرجوك إنك تبلغه كل تحياتي وتقديري وتقوله إنه ده أقل واجب من مواطنة مصرية. هو صحيح عملتوا إيه مع رجالة نبوية تمساح بعد ما اتقبض عليهم؟ في التحقيقات بعد وقت عصيب ومناورات قالوا لنا إنه محدش يعرف نبوية تمساح ولا حد شافها، إنما هي كانت بتتكلم معاهم من خلال سماعة حطاها في المكان اللي كانت بتقابلهم فيه. وفعلا رحنا المكان لقيناه في الصحراء وعبارة عن استراحة كبيرة ولقينا كلامهم كله صح، لذلك قررنا إن إحنا نكافئك ونردلك الجميل. أنا؟ إزاي؟ قررنا إنك تكوني أول إعلامية تصور استراحة نبوية التمساح. تمام يلا يلا هاي هاي. الشرطة في خدمة الشعب. يلا جاهزين جاهزين انا منتظر. تسلم هالايادي. هاي يلا جاهزين. يلا يلا تشيز تشيز يلا. اعزائي جمهور دار الحقيقه، انا عاوزاكم تشوفوا الاكتشاف الفظيع للمحطه. كعادتنا دايما لنا السبق الاعلامي والصحفي. احنا هنا دلوقتي في وكر نبوية تمساح، الوكر اللي كان علامة استفهام لمشاهدين كتير جدا. احنا هنا العدسة اللي موجودة دي هي دي الكاميرا اللي كانت نبوية تمساح بتراقب بيها رجالتها هنا وتشوف بيعملوا ايه وبيقولوا ايه. سمعت. وهنا هي دي السماعة اللي كانت بتكلم بيها رجالتها علشان تعرف هما بيعملوا ايه، وكانت بتغير صوتها علشان هي متأكدة ان هما لو عرفوا صوتها طبعا كانوا هيبلغوا عليها. اطلع فوق الكتر ده مش حلو، اللغد ده يطلع كده يعني انا كده تطلع السنة الجاية هشده السنة الجاية. اوكي الضوافر بتاعتي بانت مركبتهاش في المونتاج مظبوط في المونتاج. اوكي اعزائي المشاهدين، بعد ما شفنا العدسه الكاميرا السماعه عرفنا كل اسرار وكر نبويه تمساح، وده اقل سبق من دار الحقيقه. اوكي تحفه. الميك اب انت جايب ماكيور معانا ولا لا؟ جايب بس في المونتاج هنظبط كل ده. تفتكر؟ لا كله هيتظبط الحمد لله. الحمد لله يا رب. وايه دي ازازه ايه دي؟ دي ازازه نبويه التمساح. لا ده شكلها مولوتوف. جرى ايه انتصار الكلب؟ انت مش ناويه تتهدي بقى وتبعدي عني؟ ولا انت زي القطط بسبعه ارواح؟ مش كفايه اني مستحملاكي طول الفتره دي قدامي مش عارفة أخلص عليكي، كمان طالعة تفضحيني في التلفزيون؟ طب ورحمة أبويا اللي علمك الأدب وخليكي تندمي انتصار.
الو، بقول لك ايه، في حد جنبك؟ طب انا عايز اشوفك ضروري وبسرعه. لما اشوفك هقول لك ليه يا اخي. الله، اكيد طبعا في نفس المكان اللي بنتقابل فيه. امال هنتقابل فين؟ في كازينو يعني؟ طيب ماشي، اوكي، يلا سلام. وبعدين في الولية طليقتك دي مش ناوية تجيبها البر؟ ما تقلقيش منها يا سيدة. لا قلقانة، حاجة غلاوتك اللي خلص لك عليها. تاني؟ تاني يا سيدة؟ أنا مش سبق وحذرتك لما حاولتي تموتيها مرتين قبل كده وقلتلك بلاش؟ خلاص، محدش يعرف إنك نبوية التمساح غيري، لأن محدش شافك غيري. الله، ما هي عماله تحفر لي يا امجد، وانت طبعا سايبها براحتها. هيك منها ام العيال يا اخويا. هي ام العيال يا سيده وانت مراتي. اه مراتك بأمرت ما هتتجوز عليا نور. انا مش سبق وشرحت لك انا هعمل كده ليه؟ خلاص، اللي فات مات، انسي. طب افرض بقى جاي يوم ونور افتكرتني. يعني ما افتكرتكيش المده دي كلها وفجأة هتفتكرك ليه؟ ها؟ فقد الذاكرة ورجعت لها؟ بطلي تهيؤات. ها؟ هنتعشى ايه؟ حاجة خفافي كده، عكاوي ورقاق.